صباح الخير يا إيمان، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة مصر البلد، وبالأخص مشاهدي برنامجنا صباح بلدي. النهارده زي ما انتم متعودين معانا فقرات كتير، فقرة اجتماعية، فقرة طبية. الفقرة الطبية النهارده هنبقى بنتكلم فيها عن حاجة مختلفة شوية، عن فكرة القطط والكلاب والتعامل معاهم ازاي، من داعي الاهتمام، من داعي الأدوية. كل ده هنقدر نعرفه في فقراتنا النهارده، وعندنا فقرة خمساية. فقراتنا كتير قوي النهارده، استنونا عشان تستمتعوا بفقراتنا، وخلونا نبتدي أولى فقراتنا النهارده بالاخبار. اول خبر معانا النهارده قرار من وزير التموين والتجاره الداخليه. وزير التموين والتجاره الداخليه اقر ان الزوجه اللي كانت غير مضافه على بطاقه تموين الزوج انها المفروض انها تتضاف دلوقتي علشان تقدر تصرف السلع التموينيه، وتقدر تصرف طبعا السلع المدعمه عشان يوصل الدعم لكل الناس. ومن وزارة التموين ونروح لأسعار الذهب، وارتفعت أسعار الذهب عالميا مرة أخرى، وده في تزايد في الفترة الأخيرة، وده أدى إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى 4 جنيه. ومن أسعار الذهب تصريح للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للقوات الخاصة. أكد الدكتور مصطفى الوزيري أن في أعمال ترميم بيقوم بيها أو بتحصل الفترة دي دلوقتي في وزارة الآثار بالقاهرة علشان تتحط في ميدان التحرير، ضمن تصميمات جديدة معمولة على مخصوص طبعا علشان تتحط في ميدان التحرير لتزيينه. ومن وزارة الآثار ونروح للمريخ. حصل انفجار في كوكب المريخ المعروف بالكوكب الأحمر، انفجار في طاقة مغناطيسية في كوكب المريخ، وده أدى إلى أن كل المحللين في الشركات وشركة ناسا والشركات المعروفة بيأدوا إلى اكتشاف أشياء جديدة من الانفجار ده. دايما احنا بنبقى عارفين الانفجار لما بيحصل بيبقى أسبابه بتبقى ليها أسباب بتأثر على حاجات كتير، بس في الانفجار في كوكب المريخ بيأدي إلى أن هم بيكتشفوا أساليب جديدة للحياة والعيشة على كوكب المريخ. وزي ما احنا عارفين يا إيمان أن الموضوع بقى رايح أكتر لفكرة أن الناس حابة تتطلع لكوكب المريخ. ابتدينا دكتور فاروق عباس، في ناس كتير قوي اتكلمت عن فكرة كوكب المريخ. هو أنا أعتقد أن احنا يا كريم عقبال ما هنروح المريخ برضه هنحاول ان احنا يبقى فيه انفجارات، ويبقى فيه ان احنا نخرب برضه في الحاجه اللي موجوده هناك. احنا ان شاء الله بس ان شاء الله باذن الله يكون الانفجار محدود باذن الله. ان شاء الله. ومن خبر الكوكب الاحمر، اقرار من المتحدث الرسمي لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. قال الأستاذ خالد أبو الخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن البلاغات اللي جت الوزارة بشأن العنف الأسري اللي تسبب في الفيديو اللي انتشر في الفترة الأخيرة، اللي كان فيه شخص ما بيقوم بعمل عنف مع طفل رضيع أو طفلة رضيعة، أنا مش متذكرة بالضبط اللي كان موجود في الفيديو، كان طفل أو طفلة، كانت طفلة، كانت أعتقد أنها فعلا طفلة رضيعة، وكان بيقوم قصادها ببعض اعمال العنف، كان تقريبا بيشيلها ويهبدها على الارض ظنا منه ان هو هيبتدي يعلمها المشي او يعلمها الوقوف لانها اتاخرت في الوقوف. طبعا الاحساس ده طبعا ما اعتقدش ان هو ممكن يصدر من او فعل المشين ده ممكن يصدر من اب عنده عقل واعي يعني. طبعا الشخص ده كان فلسطيني مقيم في السعودية، وطبعا الجهات المعنية هناك ابتدت تاخد الأمور بشكل حازم أكتر، وتم القبض عليه. وأعتقد أن فيه كمان تطبيق هيقام دلوقتي اسمه حماية الطفل، هيتنفذ على الفور للحد طبعا من ظاهرة انتشار العنف الأسري. هو العنف الاسري ده صح مظبوط يا عماد، بيأثر على حاجات كتير قوي، وده غلط جدا انه كأب اصلا ممكن ما يبقاش مؤهل من الاول ان هو يبقى قد المسؤوليه دي. ونروح بالزبط. من الخبر ده ونروح للاخبار الرياضيه، ومعانا اول خبر رياضي النهارده، النادي الاهلي هيلاعب فريق سموحه في افتتاحيات انطلاق الدوري. دي كانت لعبوا كذا ماتش، وده الفاضل ماتشين النهارده، ماتش الاهلي وسموحه اللي هيقام في الاسكندريه الساعه 5:30. ومن القلعة الحمراء هنروح لخبر تاني للقلعة البيضاء، بيقام النهاردة الماتش البدائي، الماتش اللي هو الأولي أو ما بين نادي الزمالك وما بين نادي الاتحاد السكندري، اللي المفروض دلوقتي هيقام في بدايات الدوري العام، واللي بنتمنى ان نشوف ماتش كويس جدا ظهر بشكل يليق بالفريقين، وان الزمالك ان شاء الله يؤدي فيه هو والاتحاد السكندري بصورة أفضل بكتير.
ونروح من الاخبار الرياضيه للاخبار الفنيه، ونبتدي اول خبر فني معانا ببسمه وهبه. نشرت بسمه وهبه عبر حسابها على الانستجرام ان هي مسافره تزور ابنها عبد الرحمن اللي بيدرس بره. استغلت بسمه فتره اجازتها وقالت ان هي هتروح تزور ابنها بما انه بيدرس بره، فهي كانت استغلت الفتره دي علشان تقدر تزوره وتقعد معاه شويه، لان في ظل انشغالها بحاجات كتير. ونتمنى لهم السعاده دايما وربنا يكرمهم ويبقوا في احسن حال. واستكمالا لفقرتنا او اخبارنا الفنيه، الفنانه منى فضالي بتكشف عن اسباب الاشاعات الخاصه اللي حصلت ما بينها وما بين الفنانه زينه. طبعا مؤخرا اكدت الفنانه منى فضالي ان الاشاعات الخاصه بينها وبين الفنانه زينه بخصوص الخلاف اللي ما بينهم ان الاشاعات دي مش صح، وان ما فيش اي خلاف ما بينها وبين الفنانه زينه، وقالت ان زينه زميله عمل وانها لا بتكني ليها كل احترام، بس انا سندت عز علشان خاطر انا حاسه انه مظلوم على حد قولها، وده طبعا مش معناه ان في خلاف بيني وبين زينه، وانا بالطبع ما اتكلمتش عليها من البدايه. ومن فنانة منى فضالي للفنان عمرو يوسف اللي صرح عمرو يوسف وقال ان مفيش حاجة جمعتني بيني وبين الفنانة كندا علوش مراته، وده بسبب انه ما لقاش السيناريو المناسب اللي يليق بالاتنين اللي يخرجهم بالشكل اللي هم حابين يظهروا عليه في الشاشة مع بعض. وصرح عمرو يوسف وقال انه في انتظار السيناريو المناسب لكي يشارك زوجته الفنانة كندا علوش ويعمل حاجة ترضي الجمهور وتبقى راضياهم قبل ما ترضي الجمهور. ومن عمرو يوسف ننتقل للفنانة الجميلة رانيا يوسف اللي بترد على منتقديها ومنتقدي فستانها الأخير اللي ظهرت بيه في مهرجان الجونة، وقالت على لسانها هي الناس ليه مركزة معايا. طبعا هي بتقول كمان انها ما تعرفش ان الانتقادات دي سببها ايه، وان انا يعني ما عنديش اي رد ان انا ممكن اقدر ارد بيه على الانتقادات دي. ومن الفنانة رانيا يوسف نروح للفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد. كلنا عارفين ان هم كان لسه فرحهم من فترة قريبة. نشر صورة الفنان أحمد فهمي لمراته الفنانة هنا الزاهد وهي في المستشفى. لحد دلوقتي احنا مش عارفين بالظبط ايه اللي حصل لها، بس من الواضح كده يعني اللي باين انه دي زي ما بيقولوا كده ايه حلاوة الجواز اللي في الاول، ويعني نتمنى لها العين اللي خدوها يا كريم. بالظبط العين اللي خدوها، ونتمنى لها الشفاء العاجل وترجع تستقر تاني في حياتها ونشوفها في ادوار كتير هي والفنان أحمد فهمي. طبعا بنتمنى لها طبعا الشفاء العاجل، ربنا ان شاء الله يقومها بالسلامه. ومن الفنانه الجميله هنا الزاهد بنروح للفنان كريم القاسم والبوستره الدعائي الجديد للمسلسل الجديد بتاعه. نشر الفنان كريم القاسم البوستر الجديد بتاعه للمسلسل اللي طبعا المشهور اسمه مسلسل نصيبي واسمتك الجزء الثالث. ظهر طبعا مع كريم في البوستر ده الفنانه ملك اورا، وكان اسم القصه اللي هيقوم ببطولتها في المسلسل ده مين طفى النور. بكده بتكون اخبارنا الاخباريه خلصت النهارده يا كريم. تعالى بينا نطلع لفاصل صغير ونرجع نستكمل بقيه فقرات. يعني لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. طبعا كلنا بنحب نتقرب لربنا بالسنن بالنوافل بصلوات ممكن تكون هي مش فرض علينا، بس احنا عايزين نتقرب بيها لربنا علشان ناخد ثواب اكتر وحسنات اكتر علشان ندخل الجنة بيها. طبعا احنا النهاردة معانا الداعية الاسلامي اسلام شعيب. الداعية الاسلامي منورنا النهاردة. يا اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا بحضرتك. صباح النور استاذ اسلام، ازي حضرتك. عايزين نتكلم النهاردة ونبتدي اول سؤال نعرف بيه الناس فيك ايه هي النوافل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا عندنا الاصل العبادات. تمام. ده المدخل الرئيسي لرب العالمين، بس العبادات دي العتبة. انا ما دخلتش لسه. عشان ادخل من الباب فهي النوافل. لما نيجي نشوف يعني ايه نافله او ليه كانت النافله اصلا، احنا عندنا العبادات اي عباده لازم غالبا هيحصل مننا فيها خلل يا تقصير يا سرحان، ما نعرفش نكمل حاجه كامله، صعب حد يكمل الفرد او العباده الرئيسيه. توصل حضرتك مثلا ان احنا ممكن ناخر صلاه عن وقتها، ممكن نكون بتصليها بطريقه مثلا فيها نقص، ممكن نسرح في الصلاه نفسها. تمام. ممكن عندي خلل في الصلاه انا ما اعرفوش. فهنا بقى جت النوافل. النافله اصلا معناها ايه؟ النافله ده المدخل بقى الحقيقي لرب العالمين وللحياه الطيبه اصلا. كلمه نافله معناها العطيه، ومعنى ادق
كل فعل خير او عباده غير مفروضه عليا وغير مطلوبه مني. فالنافله اصلا مش لازم تكون عبادات بس. تمام. هي في العبادات والسنن في العبادات، لكن ممكن يكون اي عمل صالح واي فعل خير ربنا لم يفرضه عليا، يعني الزكاه مثلا. بالظبط، المعامله مع الناس، يعني الزكاه فرض. تمام. لكن الصدقه نافله. تقصد ان حضرتك انا لو ما عملتهاش مش هاعاقب على تركها؟ بالظبط، ما فيش، اللي هي متروكه للعبد للانسان، ولذلك بتكون هي بقى المعيار الحقيقي لمحبه رب العالمين وانسانيه وطيبه وحسن اصل هذا الانسان. بتبقى دليل على اني انا عايزه اتقرب فعلا لربنا وعايزه اقرب له بزياده، ودليل وعلامه على حبي ليه. بالظبط. فالنافله لو نحط لها تعريف، العطيه او كل عطاء او كل عباده او كل فعل خير غير مفروض عليا. هديه. بالظبط. تمام. طيب عايزين نعرف من حضرتك بقى ايه هي انواع النوافل؟ اكيد ليها انواع. ده اكيد، كل زي ما احنا قلنا من شويه كده ان كل فعل طيب ومبارك غير مطلوب مني فهو نافله. فلو نشوف مثلا زي ما حبيبي قال كده كريم، انه الصدقه مثلا، الكلمه الطيبه، النصيحه، الابتسامه، الطبطبه، يعني المعاملات بيننا وبين الاشخاص، دي كلها نوافل. عندنا مثلا في العبادات في نوافل، الذكر ده من النوافل. نوافل بقى الصيام اللي هو رمضان ده بقى العبادة الأساسية والرئيسية. تمام. لكن النافلة بتاعته ان احنا نصوم 2 وخميس 13 و14 و15، نصوم بقى يوم عرفة كده. الحج اللي لها نافلة، له نافلة اللي هي العمرة، فالعمرة نافلة. عندنا بقى في الصلوات الخمسة دي العبادات المفروضة، النوافل بتاعتها بقى قيام الليل، الاستخارة، صلاة قضاء الحاجة، عندنا الوتر، كل دي نوافل. وطبعا بيبقى فيها كمان زي السنن المؤكدة اللي هي بتبقى عاقب كل صلاة، فبتبقى ممكن بنعتبرها برضو كأنها نافلة، لأن دي برضو مش مطلوبة من الإنسان. تمام. يعني ما بعاقبش على تركها يعني. لا لا بالظبط، يعني زي ما حضرتك بتقول إن النوافل دي هدية. انا بالظبط انا بقدم حاجه غير مطلوبه مني وغير مفروضه عليا، مش فرض، لكن الفرائض دي ضرائب انا بقدمها مقابل حاجات كتير جدا ربنا اعطاها لي. فلذلك ما بتبقاش الفريضه هي المدخل ولا هي الاساس في المعامله مع الله. الاساس في المعامله زي ما انت قلت كده الهديه اللي انا بديها، وعلى قدر بقى الهدايا بتكون بقى العطايا من رب العالمين. طب انا ممكن استخدم الهدايا دي وممكن ما بقاش بادي الفرض اللي عليا؟ هي بقى الفكره هنا بقى، سؤال جميل جدا، انه ما ينفعش دي النافله من غير الايه؟ من غير الفرد. من غير الفرد. فلازم الفرد يكون هو الاصل، وتيجي النافله هي اللي ايه؟ بتكمل، لان ده الاساس اللي عندي. فالفكره كلها عامله زي مبنى جدران، لكن في ديكورات بقى. زي ما انا اصوم رمضان مثلا وما بقاش بصلي، او بصوم فتره رمضان فتره الصيام ما بقديش العباده بتاعته مظبوطه، نايم في فتره الصيام مثلا، حاجات زي يعني كده. مش هيكون المثل قوي، بس ممكن وما ينفعش اصوم اثنين وخميس وانا اصلا ما بصومش رمضان. أو بمعنى اصح يعني ان انا ممكن جيت عند موظف عندي بديله الحافز بتاعه بس ما اديتوش المرتب. بالظبط، يعني فالاصل بتاعه ما اخدوش. بالظبط. طيب بدايه كده، احنا صلاه الاستخاره بتعتبر من الصلوات النافله اللي ممكن يكون ربنا مديها لنا عطيه بقى من عند ربنا زي ما بيقول. صلاه الاستخاره هي ايه؟ طيب الاستخاره من اسمها، كلمه استخاره يعني انا بطلب، يعني يقولوا كده السين والته للطلب. فانا بطلب الاختيار الافضل ليا. احنا في حياتنا كتير ممكن نقع في حاجات محيرانا، علاقه، انهي طرف الافضل ليا، زواج، شغل، وظيفه، فرصه سفر مثلا، هشتري عربيه، فانهي واحده الاحسن ليا. ان انا بطلب خير امرين قصادي وانا متحير فيهم، فانا محتار في حاجتين. وبعدين بقى النقطه اللي ما حدش بياخد باله منها، ان احنا بنيجي نعمل استخاره بنحط الاثنين عند ربنا كده، اخد دي ولا دي. لا، انا اركز على واحده واقول لربنا اللي انا اخترتها دي الف وب، انا هختار الف. الف دي بقى هي الخير ولا الشر؟ بالظبط. فيعني بيبقى ان انا لما اجي اختار احدد اختياري، ما احدد اسيبها. لكن احنا مثلا بقول لربنا اخد اليمين ولا اليسار، اخد الابيض ولا الاسود. لا، انا قدامي انا هاخد اختار الابيض. أنا لو في خير يبقى امرين دول، لو في شر اخد واحد من الاثنين، وبعدين اسال ربنا الخير والشر فيه. فالاستخاره ان انا بطلب من ربنا انه يختار لي الحاجة الأفضل والحاجة الأصح، لأنه أنا ما أعرفش المستقبل. تمام. بالظبط. لكن ربنا بيختار لي على أساس السنين اللي جاية ليا. يعني بطلب من ربنا إن أنا يعني اختار لي يا رب، أنا مش بحسن التدبير فاختار لي. في القرآن آية غريبة، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني ممكن أنا أختار وأفضل أطلب من ربنا حاجة، والحاجة دي مستقبلا هي قمة البلاء والتدمير لحياتي، بس أنا ما أعرفش. بس أنا شايف إنها دلوقتي إنها حاجة بالنسبة لي أنا مناسبة. فلذلك اختيار ربنا بيكون على الأنسب ليا حاليا
ثم اللي يمتد معايا في حال طيب وفي حال خير ويكون فيه السعادة واليسر لحياتي مستقبلا. يقال احيانا ان هو ساعات لو انت اخترت طريقين والطريق اللي انت حتى اللي اخترته مشيت فيه وحصل لك فيه اي مشكلة، اعرف ان الطريق التاني اللي انت سبته كان فيه هلاكك. ده صحيح. يعني البلاء اللي انت شايفه قصادك دلوقتي اعتقد ان هو هيبقى أهون. افضل بكتير واهون بكتير من الطريق اللي انت فاكر انت لو كنت مشيته كان هيبقى افضل. ونعم بالله صحيح. طيب عايزين نعرف من حضرتك بقى كيفية صلاة الاستخارة. طيب اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا اول حاجة هي ركعتين. تمام. بس قبل ما نصليهم لازم يكون عندنا ان دي نية استخارة. يعني اول حاجة بنوي ان انا استخير. وبعدين بتوضى. وبعدين بصلي ركعتين عادي. وبعدين أبدأ بعد التسليم أقول الدعاء اللي تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد التسليم. تمام. اللهم إني أستخيرك بعلمك. يعني أنت تعرف اللي جاي أنا ما أعرفش. ثم أنت تعرف إن الأحوال دي أكتر مني، إحنا ما عندناش علم بكل الزوايا والخبايا، لكن ربنا إيه محيط عليم. استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فانك تقدر ولا اقدر، وانك تعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر بقى واقول اسمي الامر نفسه او ان انا اقول العربيه إيه؟ دي الانسانه دي الشقه دي الدوله دي السفر ده الرحله دي خير لي في حياتي ومعاشي، فقدره ويسره لي. وان كنت تعلم ان في هذا الامر وسميه برضو شر لي في حياتي ومعاشي فاصرفه عني، ثم قدر لي الخير. ثم اقدر الخير حيث كان. بس بعد الانسان يعني لازم ورضيني بيه يعني وارضني بيه. الرضا ده الرضا ده معنى جميل جدا. يعني يقولوا في الرضا ده ايه؟ كتير بنعمل ده بس احنا قلبنا متعلق، فعشان كده تيجي الامور فيها مشاكسه واحنا بنشوف ان فيها تعطيل. ما انا دعيت ربنا بس ربنا ما استجابش، عملت استخاره بس الامر مش واضح، ما الفكره كلها فين؟ طالما عملت استخاره يبقى لازم يكون قلب صادق. استخاره ان انا سبت الاختيار لله فاسيبه بجد، ما يبقاش قلبي لسه ايه متعلق. يعني قبل ما اسيب الاختيار او ارجع للاختيار انا بس عايز اسال حضرتك سؤال. لو انا دلوقتي بصلي صلاه الاستخاره بس يعني قلت الطريقه المفروضه بس ما جيت ادعي ربنا، في ناس بينها وبين ربها بتبقى بتدعي بطريقه سلسه. جميل. بتدعي بطريقه يعني مش لازم بنفس الصيغه دي، انا ممكن اقول بطريقه معينه بطريقه اللي هو كاني بتكلم عادي، ولا لازم ابقى بقول بنفس الطريقه دي؟ شوف هقول لك حاجه جميله كده. ما خرج من القلب وصل الى الرب. تمام. بس بتبقى الميزه فين بقى؟ الدعاء اللي خارج من سيدنا النبي بيبقى له خصوصيه معينه، بيبقى له حال ونور معين. عارف انت اللي هو الطريق السريع. فالفكره مش في الصيغه، انا ممكن اكلم ربنا باي لسان، باي احنا على عرفات 4 مليون واحد، كل واحد ليه طريقته اللي بيتكلم لسان غير التاني بطريقه غير التاني بلغه غير التاني. والله سميع للكل، والله مجيب، والله قريب. فالموضوع ما فيش فيه مشكله. يعني كل انسان اهم حاجه يكون القلب ايه؟ القلب يكون القلب. لكن الحال الكامل بقى اللفظ اللي قاله سيدنا النبي مع القلب المحمدي، فهنا الموضوع بيكون الوصول اسرع. لكن اي حال قلب يحضر فيه بالظبط واي صيغه قلب يكون حاضر فيها هي دي اللي بتفتح الباب. فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. كلمه اذا دعاني دي قال لك شرط. يعني اذا هنا دي يعني شرط ان انا لازم ادعي. لا تدعي بطريقه معينه بقلب معين. تمام. بطريقه قلب باحساس معين. يعني لما حضرتك قلت كده ايه ثم رضني به. تمام. اللي في اخر الاستخاره قال الرضا ده ايه؟ قال الرضا ده تعريفه جميل قوي، هو ترك الاقتراح على العالم بالصلاح. من اللي عارف اصلح اللي اصلح لي؟ بمعنى ترك الاقتراح ان انا اسيب الاقتراحات اللي قدامي دي كلها بالظبط وربنا هو اللي ايه اللي يختار لي يختار لي انهي اقتراح فيهم احسن. طيب. على العالم بالصلاح. ومن ترك الاقتراح على العالم بالصلاح افلح واستراح. اللي هو بيقول يعني اختار لي انت يا رب. بس لازم انا مش عارف فاني لو احسن التدبير. بس ما نشوف يقول لك ايه من ترك التدبير دبر له. دبر له. لان احنا عباد المدبر. لكن احنا مش لا تفكر لها مدبرا. بالظبط. احنا دايما بنقولها سيبها على الله. يعني دايما بنقولها كده كده يعني ايا كان اللي بنتكلم فيه سيبها على الله. ده كده بسموه كده ايه سواد عين التوكل. طيب هل ده اللي حضرتك بتقوله على خلاف الاصل في صلاه الاستخاره ان انا دلوقتي بقول لربنا انا بفرد قدامه امرين انا محتار ما فيهم هما الاثنين، ولا المفروض انا مثلا اخترت الامر ده على طول وقلت انا ده يعني يا رب ده خير ولا شر؟ لا دي الفرص المتاحه قدامي. تمام. وبعدين انا سبت ربنا 100 اختيار فيها. تمام. انا اخترت كذا
زي ما قلنا مثلا ان انا هاخد العربيه دي او اعمل الارتباط ده او هسافر كذا في المكان ده، فانا تركت الايه كل الاقتراحات قدام ربنا. ايه الاقتراحات المتاحه؟ ممكن تفكر شويه، تاخد وقتك، ممكن تقبل، ممكن ترفض، ممكن تشوف حاجه بديل، فده كلها اقتراحات. طيب من الاقتراحات دي بقى انا اعرف ايه الدلائل اللي بتخليني اعرف ان صلاه الاستخاره بتاعتي دي سواء جت بالايجاب او بالنفي، يعني تمام. ايه الفكره ان انا اقدر اعرف ايه العلامات اللي ممكن استغلها؟ صلاه دلوقتي استخاره ودعيت ربنا، فاعرف في بقى ناس بتصلي مستنيه الحلم، بتصلي انا استخاره هشوف الحلم امتى عشان خاطر اعرف، مستني حاجه هو هيبني عليها فكره، انا هنام وبعدين مش عارف نام ازاي واحط ايدك ازاي عشان تشوف ايه وانت نايم، بعدين يقوم ما شافش حاجه فيكلم الشيخ، ولو شاف حاجه كمان انا ما شفتش حاجه، ولو شاف حاجه ممكن يطبقها على اللي هو حاسس بيه، انا مستني ان انا حاجه حلوه يبقى الحلم ده حلو يبقى هو كده. موضوع الاستخاره ابعد ما يكون عن المنامات، ملوش علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالمنامات. موضوع الاستخاره علاقته حاجتين، اليسر والعسر. انا طلبت من ربنا الموضوع ده فلقيت الموضوع فيه عقبات وفيه عكوسات والموضوع مش ماشي بسلاسه، دي هي دي الاشاره. فكر تاني بقى بالظبط، يعني لو اخترت ان انا خلاص انا رايحه اشتري العربيه الفلانيه دي، ابص الاقي لا فلوسها زادت مش هشتريها مثلا، ابص الاقي لا معلش اصل طلع فيها عيب وحد قال ده فيها عيب خطير انا مش هشتريها، لا اشارات كده ان بتعطل لك الموضوع. او التيسير، الموضوع ماشي بكل سلاسه بكل يسر بكل تيسير، الموضوع ماشي بسرعه انا ما كنتش اتخيلها، فدي علامة قبض الاستخارة ان ربنا ميسر الامر. يعني هو الموضوع اصلا بيبقى باين بس احنا اللي ما بنحاولش نصدق، يا من حبنا للحاجة يا من كرهنا للحاجة. هي بقى الله يفتح عليك، شفت حتة بقى ايه حبنا، ان انا اصلا بدي ربنا انه يستخير لي وانا متعلق بحاجة، وانا متعلق بحاجة، فعشان كده ما بقاش قادر اشوف، لان انا عيني على زاوية تانية، هو ربنا مديني زوايا اللي فيها الحاج، بس انا مكرر ان انا بحب الحاجه دي، فيعني يا رب خليها من نصيبي. طب عملت استخاره ليه بقى؟ ايوه صح. لا وبعدين غالبا بيقارن مخالفه الهوى هو اللي بينجي بالاخر. صحيح. خالف هواك دايما. صحيح. بس طبعا الاستخاره بتبقى مطلوبه في الوقت اللي زي ده، عشان استخاره ان الانسان مسلم تماما لله سبحانه وتعالى. تمام. بعض الناس بقى بتيجي ودايما بتسال سؤال كتير جدا، انا دلوقتي مثلا بنتي جاي لها عريس، فانا الام هي اللي بتستخير وسايبه بنتها خالص، يعني هي يا جماعه يعني ماما انت شوفي مكاني وانا استخيري وصلي واعملي كل حاجه وجوزيني في الاخر انا ماليش دعوه. بالظبط، انت تستقري على العريس وتستخيري وتعملي كل حاجه، وزي ما ايمان بتقول فعلا البنت ما بقاش ليها اي مشاركه. هي ماما اللي هتتجوز. بالظبط. مين اللي هيتجوز؟ الابن او البنت. بس مين اللي هيسافر؟ انا. صاحب الحال هو بيكون اضرب حاله. تمام. واعلم بقلبه، اعلم بظروفه، ما ينفعش حد يستخير لحد، انا جاي بنهزر. لا طبعا. يعني بالظبط. لكن تدعي لها بالتيسير، تدعي لها بالتوفيق، تدعي لها بالصلاح، تدعي لها بالخير، تدعي لها ان ربنا يكرمها بالاصلح ليها والانفع والاكثر راحه ليها في حياتها، ده دورنا احنا. لكن الاستخاره لا، قايمه على الانسان. مش استخاره. فرصه كويسه كمان ان انا اعلمها ترجع انها ازاي تتعبد عباده ممكن تكون ما كانتش واخده بالها منها قبل كده. ده حقيقي حقيقي، لان طبعا الام حاله يختلف عن ايه البنت قد يكون الامر عندها سيان. انا مثلا في السفر ممكن يكون عندي رغبه اسافر، بقول لماما استخاره، فماما عايزاني اقعد جنبها، حابه ان انا ما بعتش. بالظبط. كل واحد بيستخير لنفسه. عشان كل انسان اضرب بحال قلبه، فالاستخاره تكون مني انا افضل. بالظبط. طيب دلوقتي لو خرجنا من صلاة الاستخارة لصلاة الحاجة. جميل. عشان ناس كتيرة جدا بتخلط ما بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. هل فعلا في فرق ما بينهم؟ احنا قلنا صلاة الاستخارة لما يكون انا عندي امرين محتار فيهم. تمام. لكن صلاة الحاجة هنا بقى الموضوع مختلف، صلاة الحاجة حتى من اسمها لما يكون عندي مشكلة ما، وما فيش انسان يخلو بحكم طبيعة الحياة وقانونها، فيش انسان يخلو من الاحتياج، في كرب، في هم، فهنا الموضوع مختلف، هنا انا مش مخير. مش ثابتة على حاجة واحدة. مش مخير ما بين حاجتين، ده انا عندي أزمة معينة، عندي كرب معين، عندي ضيق معين، أو عندي مصلحة رايح أقضيها. بالظبط. يعني عندي ورقة رايح أخلصه، عندي مثلا مقابلة رايح أعمل لقاء مثلا. أو رايح في شغل انترفيو أو حاجة. انترفيو، ما هو ربنا يستر الخير يعني. بالظبط، فهنا بقى دي قضاء الحاجة، إن أنا عندي احتياج معين وعندي مصلحة وعندي منفعة وعندي كرب وهم معين محتاج إن أنا حد يساعدني فيه، مفيش طبعا داعم ولا سند أقوى ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى. فصلاة الحاجة لما الإنسان يكون عنده احتياج معين، احتياج شديد، أزمة معينة أو منفعة معينة رايح لها وعايز إن الموضوع يمشي بتيسير رب العالمين، فهنا جت فكرة صلاة الإيه؟ صلاة الحاجة.
تمام. طيب لو عندنا يعني في فروقات ده طبعا اكيد ما بين صلاه الاستخاره وصلاه الحاجه، دي بتتصلى بنفس الكيفيه برضو ولا ليها صلاه مخصوصه؟ صلاه الحاجه، صلاه الحاجه مختلف فيها شويه، احنا بنتوضى وبرضو بنصلي قضاء حاجه، لكن بقى الاختلاف في عدد الركعات. طبعا صلاه الحاجه ما فيش فيها الدعاء بتاع الايه الاستخاره. ففي علماء قالوا ان صلاه الحاجه ركعتين، وفي علماء قالوا لا اربعه، وفي علماء قالوا لا الكمال بتاعها والتمام يكون 12 زي الامام الغزالي مثلا صاحب الراي ده، فقالوا لا خلاص الركعات على عدد ايه الحاجه اللي عندي، على قدر الحاجه نفسها، على قدر اللي انت الحاجه اللي انت عايزها وبتطلبها قد ايه، تبقى الركعات على حسبها. اه تصلي 2، تصلي 4، تصلي 12، تصلي 8، على حسب ايه 2 4 12 على حسب قوه الحاجه اللي انا عايزها من رب العالمين. وكلما تقربت كلما انا يعني جاتني الاجابه اعتقد يعني بصوره افضل واوضح. ربنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كانت له حاجه فليتوضا ويحسن الوضوء. يعني ركز كده وانت بتمسح ايديك كده وبتغسل وشك وبتمسح راسك، ثم يصلي لله ركعتين، وبعدين بقى اطلب من ربنا اللي انت عايزه كانك بتفضفض مع حد صاحبك. شوف لما اروح اطلب من حد كده حبيبي كده توامي أتكلم معاه ازاي لما اكون انا محتاج منه شيء، ففضفض مع الله سبحانه وتعالى، على طبيعه تلقائي صح، احتاج الموضوع ده فيك حل لي الازمه دي، انا حاسس بدي هديني النصح والمشوره. وطبعا ما فيش اكتر من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيبقى عارف الانسان وخباياه وعارف ازاي يديله الاصلح ليه لدينه ولدنياه ويخليه يمشي في الطريق اللي في الاخر هيبقى يعني اخرته الجنه زي ما بيقولوا يعني. ده حقيقي، مظبوط فعلا. دي حقيقة. عايزين ننتقل بقى لصلاه التهجد كريم او صلاه قيام الليل. بالظبط، فكره صلاه التهجد او قيام الليل ممكن حضرتك تشرحها لنا ببساطه كده؟ طيب في حاجات كانت بتبقى جميله في حياتنا وما بيدوقش لذتها الا اللي جربها كتير، زي قيام الليل. قيام الليل لما نيجي نشوف هو ايه، يقولوا ان الانسان بيخصص وقت من الليل لعباده او لما فيه منفعه. يعني مش شرط قيام الليل ده زي ما هو معروف انه لازم يكون صلاه، ده اسمه قيام. تمام، ان انت بتقوم ليلك وبتقويه بعمل نافع. ممكن يكون انا بقرا كتاب مفيد، تمام، ممكن انا بتامل بتفكر او بتدبر. قيام الليل مش لازم تكون الصلاه، مش لازم صلاه، ممكن يكون ذكر. شوف والمستغفرين بالاسحار، ما لو انا قعدت استغفر الله ساعه بالليل ده قيام ليل. هل مرادف قيام الليل نفس المصطلح اللي هو التهجد؟ التهجد بقى انا بتكلم على صلاه. تمام، ومن يعني الليل فتهجد به نافله. تمام، عسى ان يبعثك ربك مقاما مقام. يعني التهجد معنى مخصوص منشق من اللي هي الصلاه، لكن كلمه لكن قيام الليل ده بقى الدائره الكبيره، الدائره الواسعه اللي بتشمل كل ده. اللي ممكن اقعد انا اقرا كتاب نافع واطلع فيه بغيري، ده قيام ليل. ان انا اقعد اتفكر في معنى كلمه معينه، اتفكر في معنى، اتدبر وبفيد غير بالتدبر، ده ما هو ده اسمه قيام ليل. او بعمل حاجه معينه بتفيد حد او بجهز لمشروع ما، ممكن برضو ده كمان نوع من انواع التعبد الليلي. او كل استغلال للوقت، ان انا بخصص ان انا استغل الوقت في الليل لشيء نافع ومفيد حتى وكان عباده او غير عباده، فده يسمى لو انسان نيته في ده فيسمى قيام ليل. يعني قيام الليل مثلا برضو يعتبر هديه، حاجه من الحاجات اللي هديه، ان انا مش مجبر. من اعظم المنح اللي الله سبحانه وتعالى وهبنا قيام الليل بيها، قيام الليل. طيب بالنسبه لنا بقى قيام الليل طبعا ده قيام مفتوح طبيعي زي ما بيقولوا، ليه عدد ركعات محدد او ليه صيغه او كيفيه معينه بنقدر ان احنا نقوم بيها الليل؟ لا لا، الامر مفتوح بقى هنا. يعني زي ما قلنا النوافل دي ربنا حدد الفرائض، لكن النوافل الله فتح الباب ليها على حسب طاقه الانسان، على حسب قدرته، على حسب حال قلبه، انت عايز تعمل ايه، جهدك لحد فين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام الليل بعشر ايات. فيقول هنا حتى معنى لطيف قوي في الحديث، انه مش لازم تصلي بيهم، بس قاعد تفكر في العشر ايات دول، قاعد تدرسهم. فالعشر ايات هياخدوا مني ايه؟ بقراهم بتدبر وبتمعن. بالظبط، لم يكتب من الغافلين. ومن قام الليل بمائة آية، بنتكلم دلوقتي بقى احنا الموضوع أكبر شوية. تمام، كتبة من القانتين، ده من الناس الصالحة قوي. ومن قام بألف آية، ده تقريبا أربع ساعات. واحد قاعد يفكر في الموضوع ده كتير ويتدبر وازاي يخدم الناس من خلال الآيات دي. كتب من المقنطرين، المقنطرين دول اللي ربنا بيحاسبهم بيكافئهم بلا عدد. اللي هو يعني حسابه مفتوح، عارف لما تدي لحد شيك كده يقول لك ايه على بياض، فانت حسناتك مفتوحه، حسابك جاري في البنك عندي. ده حقيقه، فعشان كده هو قيام الليل متروك لجهد الانسان وطاقته. طب هو قيام الليل مالوش يعني ايه الوقت المعين المناسب بتاعه؟ افضل وقت طبعا هو بيبدا من بعد العشاء وبينتهي عند ايه؟ الفجر.
فهو من بعد العشاء حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فحتى العشاء نفسها خلاص ده يعني كأنك أنت أديت هذا الإيه هذا الواجب. فمن بعد العشاء للفجر ده كده قيام ليل، لكن أفضل وقت فيه بقى اللي هو التلت الأخير. تخصيص بقى بالظبط اللي أنا كنت عايز أسأل حضرتك، الباب المفتوح من الليل ده الباب المفتوح. حتى نصيحة، بما إن إحنا كنا بنتكلم على الاستخارة، الناس اللي بتصلي الاستخارة أفضل وقت للاستخارة اللي هو التلت الأخير من الليل، لأن يعني ده بقى أصفى وقت وأنقى وقت، وده الباب اللي بتكون السماء فاتحه كل ابوها فيه. كلمه التنزل دي معناها ايه؟ ان ربنا بيتنزل، بيتنزل بقدرته، والله بيتنزل بفتح الابواب، بيتنزل بالعطايا، بيتنزل برحمته. يعني كان حد عارف اللي عامل لك اوكازيون، عامل خصم كده، فهو في الوقت ده يعني تخيل لو حد ايه انا عايز اخلص ورق معين، فقالوا لي ايه بيفتحوا من الساعه 1 للساعه 3، هتروح فين؟ انا اروح لهم الساعه 4. لا ولو لا سمعت لا. كمان ان انا مثلا في حد بيوزع هدايا في الشارع من الساعه كذا للساعه كذا مثلا، ده انا اكيد هتحرى الوقت اللي انا هنزل فيه عشان خاطر اروح اخد الهدايا دي، فما بالك سبحان الله. ربنا يعني بيتنزل بكل ما عنده ايه اللي هي الاسماء الحسنى، يتنزل بالرحمه، يتنزل بالسلام، السلام والسكون، يتنزل بالصبر، يتنزل بالعفو والمغفره، يتنزل بالاستجابه. فانت عايز ايه من دول؟ قدامك حاجات كتير قوي تختار منها. ذلك يقول ايه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطي؟ يعني أنت عندك طلب عايز أنفذه لك، عندك رغبة عايزها تتحقق، هل من مستغفر فأغفر له؟ طب في مشكلة وأزمة في حياتك، ذنب محسسك بتأنيب ضمير، أنا اتمسح دلوقتي اتغفر، عايز إيه تاني؟ بالظبط. يعني تقصد حضرتك إن التهجد بيبقى عطايا من الله سبحانه وتعالى علشان خاطر أشيل كل ما يهمني في الدنيا، سواء كان ذنوب، سواء كان انا محتاجه حاجه من ربنا، سواء كان يعني عايزه استخير حتى كمان، فبيبقى الوقت ده هو افضل وقت موجود. ليه بقى؟ لانه الانسان ما يملكش مفاتيح كل حياته، يعني مش كل المشكلات اعرف احلها، مش كل الازمات انا اقدر عليها، في حاجات اعرف انا اقوم بيها، لكن في امور خارجه عن قدرتي وطاقتي وسيطرتي، دي بقى متروكه للقدير سبحانه وتعالى، فبيكون ده التوقيت الانسب ان الحاجات دي ارجع فيها. لكن الله موجود في كل وقت، أكيد. يعني في كل زمان الله موجود، لكن الخصوصيه بقى بالظبط. والدعاء لربنا ما يعني مفتوح في كل الاوقات، وبس طبعا احنا بنختار وبنتحرى الاوقات اللي بتبقى احسن، اللي بتبين فعلا حب العبد لربه من جواه، او بتبين صدقه. صحيح الامام ابن رجب بيقول عجبت، ابن رجب الحنبلي يقول عجبت لمن كان له حاجه كيف يغفل عن وقت السحر اللي هو الثلث الاخير. بيقول لك انت تستغرب، انت بتقول انك عندك مشكله وعندك احتياج وهو فاتح لك الباب، انت ناسي وقت السحر. فانت يعني انت ازاي ما تروحش الباب مفتوح؟ فانت بتشتكي ليه؟ طيب في عندنا طبعا قيام الليل زي ما حضرتك قلت ممكن يكون في خلط شويه ما بينه وبين صلاه القيام اللي في التراويح. طبعا دي ليها حاجه ودي ليها حاجه ثانيه. لا هو هي برضو قيام ليل، لكن خصوصيه التراويح بالظبط في رمضان. تمام. لكن هو الصح ان الانسان بيعمل ده اصلا كل يوم، يعني المفروض المفروض ده يومين الانسان بيداوم عليه، لكن هو خد الخصوصيه في رمضان للاجتماع عليه. تمام. وانه رمضان موسم طاعات، يعني ما بالظبط. وانا كل ما هزود كل ما يعني يعني في ناس بتقول قيام صلاه القيام اللي هي التراويح، وبعد كده بيجي بقى في العشر الاواخر من رمضان بيبتدي ان هو يزود صلاه التهجد عليها. بنزود في العشر الاواخر لانه عارفه يعني بيقولوا كده الخيل لما تكون في سباق اشد ما تكون في الامطار الاخيره دي. بص انا قربت اوصل. بص على الماراثون كده اللي بيبقى فيه سباق اخر 10 ايام، فتلاقيه بقى بيجوا في اخر كده كل واحد بيبذل طول ما هو بيجري حتى عجل بيمشي بالراحه كده لغايه بقى ما يجي على اخر 10 امتار اللي هو بيدخر طاقته في الاول بقى بكل طاقته عشان يفوز. فاذا فاتك العشر الاوائل اذا فاتك العشر الاواسط فيعني قدامك هديه في العشر الاواخر بقى يعني. حتى فعلا زي ما حضرتك بتقول لو انا هبقى في الاخر العشر الاواخر دول بتعب وبجري وببقى عايز اوصل للثواب، ربنا بيكرمنا بالعيد وبنبقى بعد كده في راحه العيد ليه؟ شوف كلمه عيد من العود، انك قدرت في العشر ايام دول او حتى في رمضان يعني تعود الى ما كنت عليه من صلاح وفطره، انك قدرت تغير في نفسك ترجع كويس تاني، فهو اصلا ده فكره عيد. فاللي يحتفل بالعيد الانسان اللي هو فعلا عرف يعيد بناء نفسه وبناء قلبه وبناء روحه وبناء شخصيته على الاحسن والاكمل. اللي بيحتفل واللي بيحس بالعيد كمان، يعني اللي بيحس بالعيد فعلا لما بيؤدي العباده كلها في رمضان كامله بتلاقي ان العيد بالنسبه له مختلف. مختلف. نازل بيصلي بجلابيه او نازل بيعمل حاجه بطريقته معينه. صحيح. حاسس بالجو كله، مش صحيح. مش فكره ان هو رمضان وبعديه العيد على طول. صح. لانه رمضان ده عامل زي موسم، فانت قدرت تاخد اكبر
ربح من هذا الموسم. هو التاجر بيفتح في الموسم نفسي. لكن بعد الموسم بيقفل فبيكمل. فانت عندك رصيد مخليك تكمل بعد رمضان. اللي هو دايما بنقول يا جماعة يعني المساجد موجودة طول السنة. صحيح. والصلاة موجودة طول السنة. ورب رمضان رب كل الشهور. فيعني احنا ما نقدرش ان احنا يعني نعبد رمضان، احنا مش بنعبد رمضان، احنا بنعبد رب رمضان. فهو موجود طول السنة. عايزة بقى من حضرتك كده في يعني في الاخر تدينا خلاصة الموضوع. يعني قبل خلاصة الموضوع انا كان عندي استفسار بصراحة عايز اعرفه. فكرة ركعتين تحية المسجد. ركعتين تحية المسجد دول لازم او اجبار ان هو لو انا مثلا داخل قبل الصلاة متأخر او انا ما عملتش حساب الركعتين دول ورحت على ميعاد الصلاة على طول. تمام. ايه ثواب او ايه عقاب الركعتين تحية المسجد؟ ما فيش عقاب، لكن الاجر زي ما قلنا كل ما الانسان بيزود في النافلة كل ما الابواب بتفتح. زي ما احنا هنختم دلوقتي النوافل بتعمل ايه. لكن تحية المسجد دي تحية مني انا رحت بدري، والاشياء اللي هي قبل العبادات اتعملت ليه. انا قلت تحية المسجد ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الفجر. ليه؟ الفكرة كلها ان الانسان يدخل في المجال الالهي، يدخل في الحالة. يعني انت بتتوضى وبعدين بتصلي ركعتين وبعدين تخش الفريضة. فالموضوع بالظبط عامل زي ايه؟ تأهيل. المثال هديك مثال عملية فصل ما بين عارف المروحة اللي بتاع السقف. تمام. لو بنطفيها بتفصل مرة واحدة تقف ولا لا بتاخد وقت على ما تهدي؟ الدنيا عمالة تلف في قلبي زي المروحة. فانت دخلت المسجد فانت وقفت الزرار. تمام. بس هي لسه ايه؟ بس هي لسه دايرة. فتروح تتوضى بفصل من الامور الدنيويه. ايوه. تروح بقى تصلي ركعتين تحيه المسجد فتكون ايه؟ هديت خالص. تدخل الصلاه تكون الدنيا توقفت تماما، تعرف بقى تستمتع في العلاقه والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن انا بدخل من بره داخل على ما اروح بتقف بكون الصلاه اصلا خلصت. الدنيا خلصت فعلا. فالركعتين مهمين ان هو زي تاهيل او زي بالبدايه دي، البدايه اللي بتخليك يعني جوه المكان. ان الصلاه هي سباحه في فضائك الداخلي، لا انت داخل تعيش مع نفسك وتعيش انت تكتشف نفسك مع الله سبحانه وتعالى. فالدنيا مش بتديك فرصه لده، واحنا كلنا بنعاني من السرحان في الصلاه بس. فروح بدرت في المروحه. نرجع بقى لسؤالنا اللي هو النوافل وفضلها وثوابها وازاي بتغير من البني ادم علشان خاطر يكون بني ادم عايش حياه سويه. هو الموضوع واسع لكن هنحاول نلخصه مثلا نقول يعني في عجاله سريعه كده. اول حاجه الانسان عشان يعني يستفيدها، النفس دايما بتحب الايه؟ فكره الاخذ والعطاء. يعني النفس دايما بتحب الربح، ما بتحبش تدي كده. فاول مكسب محبه رب العالمين، الله سبحانه وتعالى. وده مطلب للكل، كل انسان همه محبه ربنا. ولا زال عبدي يتقارب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه وبصره ويده ورجليه. يعني ايه بقى؟ يعني انت كل ما تزود في النوافل والافعال الانسانيه وخدمه الخلق والنصائح والمحبه للناس وتقديم النفع لنفسك وليهم، الله يكون سمعك وبصرك. يعني تشوف الخير والنعيم والفرحه اللي محدش يشوفها. يكشف البصيره للبني ادم غير عشان البصيرة. يشوف الحاجات اللي مش غيره مش قادر يشوفها. العطاءات كمان حتى الماديه، ثم ربنا يوريك حاجات او يوريك الامور بنظره الهيه مش بطريقتك انت. وكنت سمعه، يسمعك اخبار انت لو كنت تتوقع تسمع حاجات بالجمال ده في حياتك، ثم انه يخليك تسمع برضو الامور من وجهه نظر مختلف عن وجهه نظرك المعتاده. وكنت يده ورجليه، ان ربنا يرتب لك خطواتك في الحياه بطريقه انت برضو لو كنت تتوقع ان الامور تمشي بهذا الترتيب الرباني الى الله. فشوف انا لما احب حد ممكن اعمل له ايه؟ ما بالك لما ربنا يحبني هيقدم لي ايه؟ فالباب لمحبه الله ليه النوافل، ليه العبادات، البسمه، الكلمه الطيبه، النصيحه، جبر الخواطر، الطبطب على الخلق، كل دي ده عايزين نفرد لها حلقات كثيره جدا 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 ان شاء الله. من النقطه الثانيه انه حاجه شوف كل بركه في حياه الانسان بتحصل بالنوافل. الله يقول وما انفقتم من خير فهو يخلفه. كلمه يخلفه اي خير، كلمه وما انفقتم، الانفاق مش مادي. تنفق كلمة طيبة، تنفق ابتسامة، انفاق معنوي، انفاق مادي، وانفاق انفاق مشاعر. فهو يخلفه يعني هيبدله لك. عارف انت لما تغير دولار فانت شوف انت هتدي ايه وربنا يخلفه لك. اللي انت تعطيه ربنا هيعطيه لك، هيعطيه لك. فلذلك مهم جدا والانسان بيعمل النوافل والاشياء دي لازم يكون عنده نوايا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دو مرضاكم بالصدقة. يعني ايه؟ انت بتعمل خير لحد صدقة. ايه علاقة المريض بالصدقة؟ انا بقول دو مرضاكم باحسن الادوية. انت رضيت حد تاني ورضيت بني ادم تاني، فانت رضيت يعني حتت كتير عنده مختلفه غير حته المرض. شوف بقى انت حابب ربنا يرضيك بايه. فانت بتعمل النافله دي حط يعني لازم يكون عندي مجهز نيه في الامر ده. ثم رضا ربنا في الدنيا والاخره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال ما ارجى عمل عندك، انت ايه اجمل حاجه بتعملها في حياتك؟
فقالوا لي، قالوا اني سمعت دفن عليك في الجنه. نختم بيها ان انا سمعت ان انت واحد ماشي في الجنه وهو هنا. فقال لي يا رسول الله، اي مره بتوضى فيها او على طهور بصلي ركعتين، بدعي نفسي بدعي لكل الخلق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول اهل الجنه دخولا اهل المعروف. بنهاية الجملة الجميلة اللي حضرتك قلتها لنا دلوقتي، للأسف فقرتنا الجميلة دي خلصت. بشكر حضرتك أستاذ إسلام شعيب الداعية الإسلامي. التقرب إلى الله بالنوافل بيجعل الإنسان في معية الله، بيجعله يعني عنده من العطايا الربانية اللي ممكن يكون بيها في الدنيا ماشي ببصيرة وبصر من حديد زي ما بيقولوا، بيكون عنده يد الله اللي بيبطش بيها وعيون الله التي يرى بيها. فطبعا يعني اعتقد محدش هيفوت العطايا الربانية دي. دلوقتي كده خلصنا نهاية فقرتنا يا كريم. الهدايا لازم فعلا، ونحب نشكر حضرتك جدا على الفقرة الحلوة دي. ونطلع فاصل ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا فقرة هتهم الناس كلها، فقرة الطب البيطري. ان احنا دايما عندنا فكرة انك تبقى بتربي قطة او كلب، دايما بيبقى شايفين الكلب ناس بتصنفه من ان هو الصديق الوفي. القطة حتى بتبقى بالنسبة لناس كتير قوي عشرية، في حاجات كتير قوي في حياتنا وداخل فيها القطط والكلاب، لان هم بيبقوا بالنسبة لنا حاجة روح برضو موجودة معانا بطريقة غير اللي انت متعود عليها، طرق كتير مختلفة في العيشة معاهم. كل ده هنعرفه بطريقة مختلفة وبطريقة جديدة مع دكتورتنا دكتورة ضحى ابراهيم. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. ازيك؟ منوره يا دكتور. ربنا يخليكي. عايزين نسال حضرتك في البدايه، ان دايما اي كائن حي معانا في البيت سواء كان حيوان اليف او ايا كان اللي احنا ممكن نربيه عندنا في البيت، اكيد ده روح، اكيد ده له معايير او مش محاذير، هي معايير لازم تكون واجب توفرها في البيت اللي احنا هنربي فيه مثلا قطه او كلب. ايه بقى الشروط اللي المفروض ان احنا يكون موجوده فيا او موجوده في المسكن اللي انا هبقى موجوده فيه عشان خاطر اقدر ان انا اقتني قطه او كلب مثلا في البيت؟ بصي، في البدايه هي اولا احب انوه بس ان هي مسؤوليه كبيره جدا، يعني فكره ان انا اقتني كلب او قطه او اي حيوان اليف تاني هي مسؤوليه كبيره جدا جدا. فلازم الاول رقم واحد ان انا بقدر المسؤوليه دي، تمام. رقم اتنين ان انا موفره له البيئه اللي هي هتناسبه، انا مش هجيب مثلا حيوان واوفر له حاجه تضره، تمام. اهتم بصحته اللي هي اصلا هتنعكس على صحتي انا، فهي الفكرة كلها ان انا اوفر له البيئة الملائمة ليه، المكان نظيف، الاكل كويس، مش بجيب له حاجة تضره، ابقى عندي الوعي التام ايه الحاجات اللي بتضره وايه الحاجات اللي بتنفعه، ايه الحاجات الممنوعة وايه الحاجات المسموحة، سواء في الاكل طبعا طبعا طبعا، اهم حاجة التطعيمات، صحته عامة، لو في حصل اي حاجة اروح بيه طبعا لدكتور. فهي اهم حاجة انا شايفاها المسؤولية. المسؤولية دي خلينا نبتديها واحدة واحدة كذا. ما حضرتك قلتي اول حاجة التعامل مع الحيوان ده، خلينا نبتدي بالقطط. يعني سن القطط هو صغير او بداية التعامل معها يبتدي ازاي التعامل، او ابقى قد المسؤولية ازاي؟ هو يفضل طبعا لو انا هبدأ اجيب قطة صغيرة تبقى كيتن، اللي هو لسه مفطومة مثلا من بعد شهرين، حوالي مثلا 4 لـ6 شهور، عشان ابدا ان انا اعرف اهتم بيها وفي نفس الوقت نتعود على بعض. طب لو انا عندي القطط اصلا والقطه المولوده، يعني لسه مولوده دلوقتي، هبتدي اتعامل معاها ازاي؟ مش هشتري مثلا قطه من اول وجديد، او هي مش هتبقى هتجيلي بعد 4 شهور او اشتريها كده؟ هل فكره ان هي اتولدت عندي اتعامل معاها ازاي؟ هي الفكره كلها اتولدت عندك، في البدايه انت ما بيبقاش ليك تدخل كبير جدا، بتبقى طبعا مامتها هي اللي معاها، هي المسؤوله عن كل حاجه، سواء اكلها سواء اهتمام بيها تنظيفها كل حاجه. ببدأ بقى من أول سن شهرين أبدأ أنا بقى أهتم بيها، ممكن أدخل لها أكل أنا اللي أدخله، زي مثلا زبادي لايت أو حاجات بسيطة. أبدأ طبعا أخدها عند الدكتور عشان تبدأ تطعيمتها، سواء التطعيمات الفيروسية أو الديدان أو الحشرات، كحاجة بروفلاكتيك يعني كوقاية. أبدأ بقى أعرف من الدكتور إيه المسموح بيه وإيه اللي مش مسموح بيه، بالذات في السن ده، عشان السن ده مثلا عرضة المناعة بتاعتها بتبقى قليلة، فعرضة اللي هي أمراض كتيرة جدا. فأهم حاجة لازم أهتم بيها إن أنا أول بس ما تبدأ اللي هو أقدر أخرجها بره البيت أروح بيها للعيادة على طول، إن أنا أعرف كل المعلومات عنها. أكيد يعني بيفضل لو أنا القطة دي مش عندي من البداية في البيت أخدها بعد سن شهرين من الفطام. ولو هي عندي في البيت بتبقى كده خلاص. بعد كده هي لو هي عندك في البيت هي بتبقى عامة ان هي اتولدت لقيت مامتها موجودة، يعني مش لسه هتتأقلم على مكان جديد بقى
وبعدناها عن الحاله اللي حضرتك قصدك عليها معي. مثلا لو انا مشتري كذا قطه هم صغيرين ولسه بخليهم يتعايشوا مع بعض، مفيش مثلا ما بينهم انه ان مامتها موجوده وهم موجودين، فانا بعمل لها بخلق لها جو جديد تتعامل فيه. طب عايزين نبتدي بقى بدايه التعامل بالنسبه لسن الاطفال اللي سن القطط. المفروض القطه بتبقى او هي مولوده اكيد ليها طبعا، احنا قلنا ان خلاص مامتها هي اللي بتبقى متوليه الموضوع بعد سن الشهرين وسن الفطام، في اكل بقى مخصوص، عايزين طبعا. بقى جميع المراحل العمريه كده ازاي ناكلها وايه الاكل الصحي والمناسب بالنسبه لها؟ بصي هو الموضوع ده مهم والممنوعات جداً اكيد يعني فكره الممنوعات والحاجات المسموحه والحاجات الغير مستحبه، يعني هي بتتقسم لثلاث حاجات يعني عشان نبقى ايه دقيقين جدا يعني. بص انا هبدا بالممنوع عشان خاطر يعني انتوا هتستغربوا بس ده فعلا بيحصل، ناس كتير ما عندهاش خلفيه عن الممنوع اصلا وممكن يكونوا بيستخدموه. الحالات يعني حالات كتيره جدا بتيجي العياده بسبب ان حاجه مثلا اكلتها شوكولاته يعني شوكولاته ودت لها شوكولاته يعني. فمثلا هنبدا من الاول، مثلا لو جبنا سيره الشوكولاته، فهي الشوكولاته اولا غير ان هي حلويات هي بتحتقل وفيها السايبرومين وفيها الكافيين، الكافيين طبعا هيعلي ضربات القلب، ممكن يعمل تشنجات، ممكن يعمل تلف في عضلات القلب، فطبعا ممنوع من مره يعني من مره مثلا سي على حسب، هي بتبقى حالات فرديه، ممكن قطه من مره يحصل لها توكسيستي تتسمم بسبب ان هي خدت مره، وممكن على مدار ده زي مثلا الكافيين طبعا موجود في ايه، في الشاي في القهوه والشوكليت في الحاجات دي كل الحاجات اللي فيها كافيين ما ينفعش القطط خالص. طبعا الحاجه الساقعه برضو الغامقه، ولو قلنا مثلا الفاتحه اكيد برضو تحت بند الحلويات، فالحلويات ممكن توصل للدايبيتس للسكر، بيجي لهم سكر زينا بالظبط، فبالعكس هم قدره ان هم معرضين لده اكتر، يعني الكميه اللي احنا نستحملها هم عمرهم ما يستحملوها. السكريات ممنوعه عامه، الحلويات ممنوعه لجميع الاعمار بتاعه القطط ولا لسه الصغيرين منهم بس؟ ده الممنوع لكل القطط والكلاب للاثنين. حاجه كمان الثوم والبصل، يمكن مثلا انا بسلق لهم فراخ، انا باكلهم فراخ مسلوقه، طب بتعملي ايه مع الفراخ؟ بحط ملح وبحط بصله. هو غالبا بتبقى يعني ليهم يعني لا او اللي بيعمل اكل مثلا لنفسه وده طبيعه الاكل بيعمله في البيت لا طبعا الثوم والبصل بيسببوا انيميا معينه بتقصر في كرات الدم الحمراء، فطبعا غلط جدا. حاجه كمان برضو الناس ممكن تستغرب منها، اللبن. معظم القطط بنسمع عن القطط دايما اللبن، يعني لا طبق اللبن جيري جيري ثقافتنا القديمه دي موروثات يا جماعه. الطبق الطبق بيبقى مرسوم عليه فكره ان هو ده طبق للبن، احلى وجبه ليهم. لا هو معظم القطط لاكتوز انتوليرنس، يعني ايه؟ يعني ما عندهمش او عندهم وهم صغيرين ساعه الرضاعه بيبقى عندهم الانزيم اللي بيهضم اللاكتوز، اللاكتوز ده السكر الاساسي في اللبن. طيب لما بيكبروا نسبه اللاكتوز دي بتقل بنسبه كبيره جدا، فاللبن مش هيموتهم بس ممكن يعرضهم لمشاكل في الجهاز الهضمي. فمعظم بدايه من عسر الهضم طبعا والحاجات اللي زي كده يعني. وان هي ممكن تؤدي لدايريه ومشاكل في الجهاز يعني الهضمي. فهي الفكره بقى في كده، ان انا ما اعرفش القطه بتاعتي دي لاكتوز انتوليرنس ولا لا. اقدر اعرف ازاي؟ لا يعني تحليل، مش اللي هو مش هروح اعمل لها تحليل عشان اعرف حاجه زي كده. يعني يفضل من البدايه اتجنب، او ممكن مره في الاسبوع لو هي بتحبه. في قطط على فكره ما بتحبش اللبن، ما بتتقبلش اللبن. لو هي بتحبه ممكن مره في الاسبوع. الكلاب مش معظمها لاكتوز انتولرنس بس في نسبه منها. هو خلينا الكلاب بتاعي ما بتحتاجش اللبن. خلينا في القطط دلوقتي نخلص القطط وبعد كده نبقى نخش على فكره السمك. ده السمك ده والقطط بتحبه جدا. لو بنتكلم ان هو مطبوخ وتمام ومش مثلا مش ني، عشان الني ممكن ينقل لنا طفيليات وكده، لو هو مطبوخ السمك مش وجبه غذائيه كامله، يعني مش لوحدها. السمك قليل في الكالسيوم في الحديد، زياده جدا في الفوسفورس، فكل ده مش وجبه غذائيه كامله، وممكن ياثر. اكتر حاجه بيأثر عليها الشعر، تلاقي شعر القطه بيقع فعلا. صح، في قطه تلاقي شعرها بيقع كتير كده. أيوة. ده مش ممنوع بس ممكن مره في الاسبوع برضو، زي برضو الكبده. الكبده برضو مش ممنوعه بس غنيه جدا بفيتامين اي، فيتامين اي لما بيزيد ممكن يعمل مشاكل. فانا الكبده يعني مثلا برضو تحت بند مره في الاسبوع مسموح بيها، زي السمك وزي مثلا لو التونه لو معلبات، بس طبعا الزيت لا، لان الزيت بيعمل مشاكل اللي بيبقى في زي ما بنعمل التونه برضو. الاسماك كلها تحت بند ان هو يوم واحد في الاسبوع. حاجه كمان المكسرات، يعني انا مش شايفه يعني انا مش اي حد بياكل كلب او قطته مكسرات. هي يعني المكسرات يا جماعه غاليه يعني ما اعتقدش. ايوه اللي هو يعني ادي له فستق ليه؟ انا يعني مش فاهمه. يعني بص هو مش كلها ممنوع بس مش مستحبه، بس في حاجات ممنوعه زي العين جمل، زي الفستق، زي اللوز،
ما ينفعش، ممنوعين تماما. حاجة ده علشان الزيوت برضو. في حاجات يعني في حاجات فيها ممكن تبقى سامة ليهم، تمام، لان هم مش زينا. الحاجات اللي هي بتبقى عادة بقى زي مضادات الاكسده اللي موجوده فيها او كده يعني. بالظبط. طب بالنسبه للدراي الاكل، الدراي فود ناس كتير اختلفت عليه. هي الفكره كلها الدراي مش مضر، بالعكس الدراي افضل وجبه للكلب او للقط لانه بيبقى شامل كل العناصر الغذائيه. طيب المشكله فيه ايه؟ فين المشكله؟ ان في انواع كتيره جدا. بالظبط. انا بدخل السوبر ماركت مش عارفه مين. وعندك من سعر مثلا 50 جنيه ل 900 جنيه للكيلو. فهي الفكره كلها ان انا ممكن لسه اول مره اربي فاجيب اي نوع وخلاص كلهم زي بعض. هي الفكره لا، الدراي وجبه مكتمله وكويسه جدا، بس انا اجيب نوع كويس. يمكن هو في نوع كبير طبعا مش هنقول الاسم، بس هو في نوع كبير جدا معروف، وفي كم نوع تحتيه برده اقل كتير ومناسب متناول الاسعار للناس اللي اسعار ما تبقاش غاليه. بس هو اتليست هقول معلومه صغيره ان هو على الاقل ما يبقاش ملون، ما يبقاش الدراي من جوه لون البني، اللون البني العادي اللي احنا متعودين عليه. وفكره الدراي دي وجبات كامله يعني فطار وغدا وعشاء، ولا هي بتبقى مثلا وجبه وجبتين او سن معين؟ بيبقى مكتوب ورا ليها كل السن قد ايه كام جرام. مثلا لو كلب مثلا فوق السنه او كبير ومكتوب مثلا سي 600 جرام، الافضل ان انا اقسمهم له وجبتين، افضل كصحيان للجهاز الهضمي. طيب اقسمهم له وجبتين، بس الوجبه بتاعت بالليل هي اللي تبقى الرئيسيه. تقصدي ان هو لازم ان انا اكون مثلا محدده له مواعيد معينه؟ يعني طبعا هي فكره تحديد المواعيد للكلب او للقطه هو ده صحيا افضل. في ناس بتقول لا انا هسيب له الاكل موجود على طول عشان خاطر يبقى لو جاع او يعني او ما شغلش بالي بيه باكله يعني. لا بالعكس، في دراسات اتعملت ان الكلاب اللي بتاكل في مواعيد هي دي اللي صحتها افضل. الكلاب او القطط اللي الاكل محطوط قدامها على طول بيعمل نتيجتين، يا اما ان هي سنه مفرطه فانا اصلا غيرت الطبيعه بتاعتهم ان هم حيوانات بتجري وبتلعب خليتها على طول حيوانات كسوله. في قطط فعلا بشوفها بلاقي قطه قاعده ما بتعملش اي حاجه. غير بقى المشاكل الصحيه ان السمنه ممكن توصل لاكتئاب، والاكتئاب طبعا في حالات كثيره بيؤدي للموت، اللي هو في قطه قاعده على طول. بالظبط، مش طبيعتها كده. بالظبط. ممكن بقى يحصل في حاجه ثانيه ان الاكل على طول موجود، في قطط بتحصل معاها العكس ان هي ما تاكلش طول ما الاكل موجود. انا عارفه ان هي خلاص هي زاهده الاكل زي ما بيقولوا طول الوقت قدامها قرفانه منه كده، فلا الاكل مش موجود. فطبعا لا لازم يبقى مواعيد. طب مثلا انا حطيت لي الكلب الوجبه بتاعت الصبح وما اكلهاش، هفضل بقى سايبها له لحد بالليل؟ لا طبعا. احط الوجبه استنى ربع ساعه، جه كلها تمام، ما اكلهاش هشيل الوجبه اغلفها احطها في الثلاجه لحد ما اعيد الوجبه الثانيه. مش هقول له لا خلاص هحطها له كمان شويه، لا لغايه ما عاد الوجبه اللي بعدها يعرف ان خلاص الاكل اتحط دلوقتي الاكل هياكل. طب سينا حطيت اكل وكان نصه، لو الموضوع اتكرر يبقى انا بحط زياده، ابدا انا اقلل. لو الموضوع ما اتكررش ابدا اشوف طب هو كان ساعتها ممكن يكون او قربت ميعاد الاكل بتاعه شويه فهو لسه مش جعان بالقدر الكافي، ممكن تكون لخبطه مني او الاكل زياده. فانا دي بعرف من النقطه دي يعني. طيب بالنسبه بقى للقطط او الكلاب عموما، هل بيقدروا يعبروا فعلا على مشاعرهم لو انا مثلا سهيت عليه في الاكل وما حاططلوش الاكل بتاعه؟ ازاي بيقدر يعبر عن حاجه زي كده؟ بس هو اذكى مما تتخيلون بكتير. هما بيعمل ايه جدا يعني؟ مثلا مش هيسكت يعني، ما تتخيليش ان انا سبته كده فصعبان عليا انا كل ده جعان. هو لو جعان هو في كلاب حرفيا بتروح وبتجيب الطبق بوقها وبتديهولك اللي هو الأكل. يعني ده لو ده يعني انا عايز اكل. ممكن يلفت نظرك فكره قطه تفضل تناونه، وممكن تفضل تلفت نظرك وتروح وتيجي لحد مثلا لو هي عايز تعمل تويلت والباب مقفول بتروح تخربش في الباب اللي هي عارفه انها بتعمل، تجيبك لحد ما توصلي تفهمك. ممكن اصلا بالنظرات ان هي تفهمك ان هي لا، لو انا بقى مربيه مثلا كلب، لو انا مربيه هبقى عارفه البادي لانجوج بتاعتهم، هبقى عارفه البيهيفير بتاعهم. فلما تعمل الاسلوب ده، لما تعمل الحركه دي انا هبقى عارفه ان هي جعانه. ساعات بتشوفي القطه بتعمل لك يعني نظرات ايوه، والقطط بالذات شاطره ان هي تبربش بعينيها كده أيوة، وتعرفك ان هي عايزه حاجه معينه فبتبقي عارفه. لا وفي كمان دي عيب كمان في القطط، لان القطط اكوله شويه، فانت ممكن تبقي لسه حاطه لها الاكل وتعوز تاكل تاني وعايزه تاكل تاني، فانا اصعب عليا حرام همنع عنها الاكل مثلا فاحط لها تاني. فطبعا ده ما ينفعش. زي ما قلنا ممكن يدي لها سنه، هي ليه مواعيد مثلا 3 وجبات في اليوم، هي ليه مواعيد خلاص كلت بقى اتدلعت ما كلتش. هم الثلاث وجبات ثابتين كاني بتعامل مع البني ادم بالظبط. هو الاكل حاطط يا جماعه يعني ما ينفعش مثلا قال لي انا مش هاكل فخلاص هسمع كلامه وما تاكلش؟ لا طبعا، يا اما هاكله بالعافيه فطبعا ده مش هينفع ان احنا ناكلهم بالعافيه، يا اما ان انا خلاص طالما ما اكلتش يبقى الوجبه دي مش محسوبه، هكمل وجبتين عشان الوجبه اللي قدام. بالظبط. لا هو لازم على فكره عقاب وثواب، اكنك بتربي طفل لازم. بالظبط، عشان اعودها ان في مواعيد اكل وفي مواعيد للمثل التويلت او كده. لو ما سيطرتيش عليهم هم في سن صغير بعد كده مش هتعرفي.
اكيد. طب فكره السيطره وفكره الاكل زي ما حضرتك قلت ان الاكل بيؤدي الى فكره انه ممكن يموت او ياثر في العمر الافتراضي بتاع القطط. العمر الافتراضي بتاع القطط اصلا سن كام؟ يعني اللي تفضل عايشه لسن كام؟ المتوسط مثلا من 10 سنين 15 سنه، في قطط بتكمل اللي بعد كده بس بتبقى حالات نادره بعد ال 15 سنه. الطبيعي بتاعهم لحد 15 سنه. وبتفرق نوع القطط في نسب ذكائهم او نسب تعاملهم معايا؟ بص، هو في بريدز طبعا كتير في القطط طبعا. اللي بيفرق قوي في الكلاب، الكلاب مثلا بتفرق قوي البريدز في الكلاب ده. لا انا الكلب ده هربيه انواعه او السلالات بتاعته. ايوه، ده انا هربيه حراسه، ده انا هربيه نهزر ونلعب مع بعض. ده لكن القطط، القطط عامه ما فيش فيها الموضوع يعني. القطط متقاربه قوي يعني مثلا، بس في طبعا مثلا قط يعني مثلا قطط تبقى ذكيه شويه، قطط هاديه شويه. اللي هو انا قبل ما اجيب القط ابقى عارفه البيهيفير بتاعه ايه، عشان خاطر لو اتغير اعرف انه في سبب في التعامل. او انا شاريه القطه اصلا عشان دكتور. ايه انا جايباها اللعب ولا جايباها علشان تسليني مثلا لمجرد انها قاعده حد روح معايا في البيت، او جايباها لايه بالظبط؟ لا انا فعلا يعني انا كان ناس كتير جدا بتسالني اللي هو هل اصلا صح ولا لا، خاصه للاطفال. انا جايبه مثلا لابني قطه هديه. ده فعلا بيأثر عليه في حاجة أو بيبقى في بعض الأمراض بتتنقل عن طريقهم وبتبقى مشكلة حتى كمان لبعض الناس. هنتكلم على النقطة النفسية والنقطة ده صح ولا لا من حيث النفسية. يعني هو دكاترة النفسية كتير عملوا بحوث عن الموضوع ده، وفعلا أثبت إن هو بتنمي عندهم فكرة الإحساس بالمسؤولية عند الطفل. يعني عند الطفل أوكي. من بدري أنا عندي قط دلوقتي مسؤول عن الأكل، عن الشرب، عن التواليت بتاعه، عن نظافته، عن إن هو لو حصل، لو عمل أي حركة، لو كح، لو عطس، لو عمل أي حاجة هبدأ بسرعة أعرف أي حد كبير. عشان كده أنا ده مسؤوليتي. لكن أنا لو ما عنديش حيوان فأنا مش ما عنديش مسؤولية. خاصة الأطفال الوحيدة برضو بتمنعهم من أمراض نفسية كتير جدا إن أنا أجيب له كلب أو قط يعتني بيه. من ناحية بقى الصحية طبعا طبعا في امراض زناتكس اللي هي بتتنقل من الحيوان للانسان تمام. زي اهمها طبعا طبعا السعار، الريبز. فانا امنع ده ازاي؟ انا همنع يعني كل مرض ليه الفاكسين بتاعه. طب التطعيم. المرض بيفرق من سواء بنت او ولد؟ لو هنتكلم على مثلا التوكسوبلازما، التوكسوبلازموز ده المرض اللي بيتنقل للبنات، اللي معروف مرض القطط اللي معروف انه بيسبب عقم. هو مش بيسبب عقم، هو ده بالنسبه للمفروض للحوامل بالذات كمان. هو البنت عامه، البنت بص، عشان هو المرض بيتنقل ازاي؟ ان انا اولا ممكن بتيجي حالات مع عمرها مربت قطط وعندها توكسوبلازموز. طب ده بسبب ايه؟ بالزبط. فكره ان هي بتاكل لحوم مصنعه، اللحوم المصنعه هي بتنقل نفس المرض اللانشون والباسترما والحاجات دي. بالظبط، اللانشون البيف الباسترما كل ده. طيب لو انا اكلت القط بتاعي الاكل ده ممكن يتنقل له التوكسوبلازما. طيب انا الموضوع ده بقى موضوع هيجينيك شويه، ان انا وانا بنظف ايدي لمست الاسطول بتاعهم بعد كده ما اهتمتش يعني بنظافه اللي هي بتاعتهم، فعشان كده لازم انظف ايدي كويس. ما اهتمتش بنظافه ايدي فاكلت حاجه اسمها فيكال اورال روت، ان انا لمست الفيسس مثلا بتاعهم، طريقه نقل العدوى من عن طريق ان انا لمست بعد كده اكلت حاجه المواد الاخراجيه بتاعتهم وبعد كده اكلت بعد ما اكلت حاجه. فهي هنتكلم مثلا لو هتجنب ده، ان انا طبعا ان انا البس جلافز وانا بنظف البوكس بتاعهم، الليتر بوكس بتاعهم تمام. طيب ما فيش جلافز، ما فيش اي حاجه، المفروض اخلي اي ولد ينظفها. اغسل ايديك كويس خلاص، ما انا اللي هعمل اغسل ايدي كويس جدا جدا، اهتم بالنقطه دي. طب خلاص، ونفرض ان هو اتنقل لي، هل انا كبنت هيجي لي عقم؟ لا طبعا. طب انا دلوقتي اتنقل لي كحامل، ايه اللي هيحصل؟ اولا هو ممكن هو بيعمل اجهاض، تاني حاجه بزبط. هو بيعمل ان ممكن الطفل ينزل مشوه، او ممكن الطفل ينزل اصلا ميت. يعني في فتره الحمل نتجنب تماما تماما ان هي تتعامل مع القطط. طب ولنفرض ان احنا طلع عندنا التوكسوبلازما، اصل هي اعراضها شبه البرد شويه، مش ان انا يحصل على اعراض فروح او بتبقى خلاص انا ما شفتهاش طيب عليا. انا يعني الاغلب دلوقتي اي واحده حامل بتروح تعمل التحليل في البدايه. طيب انا عملت التحليل وطلع بوزيتيف، هل كده نهايه العالم؟ خالص، الموضوع ليه كورس مضاد حيوي، ليه علاج معروف، والعلاج مش صعب، والعلاج كمان في القطط مش صعب الا لو وصل فكره ان هو وصل للبرين، للمخ، للمخ وابتدى فده هيبقى صعب شويه. فلكن هو المرض مش يعني في ناس كتير جدا ما بتربيش قطط بسبب النقطه دي، بس هو مرض ملوش علاقه بالقطط، ممكن يجي من حاجات تانية، ممكن يجي انا لو مش ربيه قطط. فعلا حالات كتيره بتحصل كده طبعا. بما اننا تطرقنا لموضوع الريبز والسعار، عايزين نعرف بقى التطعيمات بالنسبه للقطط والكلاب. طيب عايزين نعرف بقى عشان خاطر يعني نبقى مأمنين نفسنا من بدري، يبقى كده الدنيا معانا سليمه من البدايه. لما بهتم بصحه الحيوان اللي انا مربياه ده طبعا بينعكس عليا انا رقم واحد. طب انا ههتم ازاي؟ التطعيمات بتتقسم لثلاث حاجات. اول حاجه تطعيمات فيروسيه،
انا بطعمه ضد فيروس، ضد فيروس معين عشان بيكون مناعه ضده، عشان لو الفيروس جاله ما يحصلوش مشكله، لان معظم الفيروسات دي مميته. عندنا في القطط تطعيم الرباعي، طبعا ده مهم جدا، يعني بيبتدي من اول شهرين ببدا اطعمه، بتحصل بصفه دوريه الجرعات التنشيطيه، بعد كده بيتكرر كل سنه. طب ايه تاني فيروسات تاني؟ السعار، زي ما قلنا السعار، طالما انا طعمته ضد السعار كل سنه هطعمه. انا مش بقول لك ان انا هروح كل يوم اطعمه او كده، يعني كل سنه بيبقى في تطعيم دوري خلاص. السعار ده بالنسبه للقطط والكلاب الاثنين، للاثنين. الكلاب بقى تطعيمات زائد السعار، التطعيمات الفيروسيه هي السوماني. ده يعني ايه سوماني؟ يعني ده ضد 8 امراض فيروسيه. القطط ضد 4 امراض فيروسيه بتصيبهم، تمام. فانا طعمت خلاص، بالنسبه لهم انا كده الحمد لله اخطر حاجه بنسبه كبيره جدا 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 بتحميهم. اخطر حاجات تانيه ايه؟ بس دي مش تطعيمات، دي حاجه بروفلاكتيك، كوقايه ان انا ما اجيليش. الديدان، في ناس كتيره تقول انا القط ما بخرجوش بره، فانا مش هطعمه تطعيم ديدان، ما باكلوش حاجه من بره، ملهاش علاقه. لا بس ده ممكن ينشا من اصلا من طبيعه الاكل، هم ممكن يلحسوا في الارض، يشموا في بالزبط. حاجه، فطبيعي جدا جدا ان هم يجيلهم ديدان. ده بيبقى بصفه دوريه على حسب حاله الحيوان، الدكتور بيحدده لك، ده سواء قطط او كلاب، بس في الاغلب بيبقى كل شهرين 3 شهور، تمام. تطعيمات الديدان بالنسبه بقى يعني معلش خلينا نروح لفكره معينه كده عند الكلاب. الكلب دايما بيبقى وافي شويه او اقرب فعلا للبني ادم من القطه، او التعامل معاه بيبقى بطريقه طبعا مختلفه. فكره ان زي ما حضرتك قلتي ان الكلاب انواعها بتختلف من الموضوع ده، الكلب بقى ليه اضرار عليا في ان انا من فكره ان هو بيقرب مني اكتر من القطه، واللي بيلحس مثلا، او اللي هو بيبقى التعامل ما بيننا ما بين بعض اكتر بكتير من القطه، بيبقى قريب من بعض يا كريم، فبص في تلامس جسدي اكبر بالظبط. يعني ده بيبقى ليه تاثير، او بيبقى ليه بلاش مثلا ان احنا نتجنب الموضوع ده، ولا عادي؟ بص، هو خلينا فعلا متفقين، زي ما قلت الكلاب من اوفى الحيوانات فعلا، ودراسات كتيره اثبتت ده، ان هي من يعني عملوا التجارب على حيوانات كتيره، فعلا الكلاب هي اكتر حيوان وفي. رقم اتنين، هما بيحبوا التلامس واللعب، واللي هو عشان يبينوا لك قد ايه هما بيحبوك. فكره اضرار، ما انكرش ان هيبقى اكيد في اضرار، بس طول ما انا مهتميه بصحته انا مفيش حاجه تتنقل لي. انا مثلا في انواع من الديدان بتتنقل للانسان، طب لو انا مهتميه بصحته، هل لو انا بديله مثلا كورس الديدان هل هيجي لي حاجه؟ طيب، حاجه مهمه جدا جدا، الفطريات، بيجي لهم فطريات الكلاب والقطط. طب انا احمي نفسي ازاي؟ تقصدي الفطريات اللي هي ممكن تكون بتوقع شعرهم او كده؟ ان انا اول ما اشك ان في فطريات في الكلب او في القطه اروح بيه عند الدكتور عشان يبدا يعالج ده، عشان ما تتنقليش بالزبط. خلاص، طب انا هشك ازاي؟ بتبقى في الاغلب شعر بيقع، بيبقى فيه مثلا قشره مركزه في مكان معين على شكل دوريه. طب انا مش هقدر اجزم بالموضوع ده غير لما اروح لدكتور بيعمل تحليل طبعا، بيتاكد يبقى فيه فطريات ولا لا. طب انا خلاص اتاكدت ان فيه فطريات، ابدا اتعامل معاه طبعا بجلوفز، ابدا ابقى واخده بالي من الموضوع، ابدا انا ممكن اخد رفع مناعه لو انا مناعتي قليله، خاصه البنات بتبقى مناعتهم اقل شويه طبعا. فعلاجها موجود، موجود، بس بيطول او ما بيطولش على حسب الحاله. فهي دي اللي ممكن الحاجات تتنقل شويه، الحاجات الجلديه اكتر حاجه الصراحه. بس احنا ممكن طول ما انا محافظه مثلا على الشاور بتاعه، على الجرومنج بتاعته، النظافه بتاعته، وان انا اتابع مع الدكتور، ان الحالتين دول طول ما هم طول ما الحالتين دول مستقرين وماشيين مظبوط، ان انا بتابع مع الدكتور وبهتم بنظافته، بيتهيألي كده الموضوع مش هيبقى فيه الامراض الكتير. مش هيبقى، هو سلاح ذو حدين زي ما بيقولوا، بس انا ممكن اخليه حاجه حلوه، بس لو انا حافظت على شويه حاجات خلاص هو بقى حاجه كويسه مش حاجه وحشه. طب انا دلوقتي لو الكلب او القطه اللي عندي في البيت ابتدى بالفعل يبقى عيان، عنده مرض ما معين، تمام، انا يعني كصاحب الكلب او القطه ده، انا اقدر اعرف ازاي في علامات معينه ممكن هو يقدر يقول لي بيها او يوصل لي بيها ان هو عيان، او دلائل معينه اقدر اشوفها عليها؟ هو طبعا لو انت صاحبه الكلب او القط طبعا بيبان جدا. اولا انا مثلا عارفه ان هو على طول الكلب ده او القط ده اكتف جدا، وبيروح وبيجي وبيلعب. مره واحده لقيته همدان وقاعد على السيراميك مثلا، في حاجه غلط، في حاجه. مره واحده لقيت الكونسستنسي بتاعت الستول بتاعه متغيرت مثلا، في اسهال او في امساك، تمام. لا، مره واحده لقيته بيرجع طبيعه حياته بتختلف، بيعطس كتير، بيكح كتير، درجه حرارته عاليه، كل ده انديكيشن ان في مشكله. وساعات بندهله ما بيجيش، يعني بندهله ما يجيش، فاهم كده؟ قاعد ممكن مش قادر يقوم، ممكن بيروح وبيجي ومش قادر، ما بياكلش، اوفوت خالص، ما بياكلش، ما بيشربش، بتحصل كتير. تصرف الامثل بقى في الحاله اللي زي دي اتصرف ازاي؟
ابتدي بقى يعني زي ما بيقولوا بقى ايه، افتكس من نفسي ولا اعمل ايه؟ ابتدي اجوز في ان انا اشوفه مالك وعايز اعمل سيرش بقى على الفيسبوك زي ما شويه دي بالظبط، اديله ايه يا جماعه يعني؟ فابتدي بقى اشوف لازم اتصرف، ما انا برده لازم اعمل حاجه يعني. بصي، هو فكره ان احنا لازم يبقى عندنا وعي طبعا، ان انا الاسعافات زي ما بيقولوا اقدر اعملها ايه، مش بقلل من ده ابدا، بس طبعا رقم واحد ان انا اكلم الدكتور. هو ده رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة لازم متفقين عليه، ان انا كده كده لازم اكلم الدكتور. انا حتى لو حاجة انا هعملها لازم استشيره قبلها، كده كده معرفش برضو ايه تبعيات ده يعني. حتى لو هو ممكن يأثر على حاجات تانية انا معرفش لانه مش تخصصي، عشان كده بتبقى كل حاجة وليها تخصصها. في التخصصات بقى حاجة يعني من النوادر، يعني ممكن ما كنت شفتها غير مرتين ثلاثة، بس عايز اعرف يعني بالنسبة للعلاج بتاعها او التعامل معها بيكون ازاي. في الكلاب اكتر، ممكن يكون الكلب بتاعي مفيش فيه اي مشكله وبتعامل معاه طبيعي، ومره واحده عضني او راح الموضوع انه حصل له زي بدايه صرع مثلا، او ما بتبقاش عارف اصنفها تحت بند ايه بالظبط، مش عارف هي تحت بند ايه، بس فكره انه الكلب ده عض حد من الموجودين بالظبط، بتبقى الحل معاه ايه؟ اولا انا بتاكد رقم واحد ان هو متطعم كل التطعيمات، دي رقم واحد بالنسبه لي. انا لو متطعم مثلا هستبعد امراض معينه، هخاف على نفسي في فكرة السعار، لو هو متطعم انا خلاص هبقى مطمنة. ممكن يكون كلب لسه بابيز لسه، فلسه ما وصلش لست شهور، فلسه بيغير اسنانه، ففكرة العض دي بتبقى كتيرة جدا. ممكن يكون هو اصلا مش متدرب ان هو ما يعضش، في طبعا مراكز تدريب للكلاب لازم اوديها اعرفها، مش متدرب فممكن يكون عضني بالظبط. طيب دلوقتي الكلب عضني، طبعا طبعا رقم واحد بطهر المكان، بغسله بميه وصابون، بعد كده بطهر بتزيين او كحول، وبعد كده اتاكد من تطعيم الكلب كان امتى. هل هروح للدكتور على حسب تطعيم الكلب امتى؟ هل هكرر له التطعيم؟ هل انا هاخد المصل ضد السعار؟ في اغلب الاحيان انا بقول يتاخد احتياطي، انا ما اعرفش التطعيم اللي الكلب خده ده هل كان بيرفكت 100% وكان او المصدر بتاعه موثوق انه فعلا، وما كانش مثلا يعني، ممكن يكون التطعيم كويس، شركه كويسه خده في الميعاد المناسب، بس ممكن يكون الفاكسين ذات نفسه بتحصل كتير جدا اللي هو يكون خلاص اكسبايرد او خلص تاريخ صلاحيته، طريقه تخزينه مش تمام. فانا كفكره انسان طبعا طبعا لازم اروح اخد المصل. طيب عايزه من حضرتك بقى في عجاله سريعه كده نعرف العنايه الشخصيه لو عندي كلب او قطه، ازاي ان انا اقدر ان انا اخليهم يعني يستحموا امتى؟ ازاي بعتني بنظافتهم او نظافه جسمهم الشخصيه؟ هي العنايه الشخصيه دي حاجه مهمه، بس انا عندي استفسار كده بس طبعا. قبل ايه ما نخش على العنايه، فكره الكلب ان انا مثلا الكلب دلوقتي عضني او بعلمه او بربيه بعيدا عن القطه، في ناس بتضربه او في ناس تعمل زي ما بتعامل مع الطفل، في انت في امهات كتير بتضرب اطفالهم وهي بتتعامل معاهم اللي هو انا ضربت الكلب مثلا عشان يتعود عشان يتعلم، ده بيأثر على نفسيته او بيبقى غلط، ولا برده زي الطفل بيفهم انه ده من خوفي عليه وحبه فيه؟ بص هقول لك على حاجه، هو ضرب عن ضرب يفرق. اوكي تمام. يعني انا لو ضربت في فكره اللي هو حاجه بالراحه، اصل انت لازم تعرفه ان ده غلط. في كلاب بتسمع كلام الزعيق، في كلاب انت ممكن تزعق هي تزيد اكتر، فانت لازم تفرض شخصيتك عليها، ما ينفعش يبقى الكلب بتاعي وهو اللي شخصيته اقوى مني. بس لو انا اتعاملت بعنف زياده عن اللزوم، ده اولا الكلب بياخد من شخصيه صاحبه، يعني لو انا عنيفه الكلب هيبقى عنيف، تمام، هيبقى عنيف معايا انا كمان، يعني مش هيبقى عنيف على حد بره، هيبقى عنيف عليا انا كمان. فهي فكره ان الشخصيه اللي انا بعامله بيها هو دي اللي انا هلاقيها بالظبط. ففكره الضرب احيانا بتبقى صح، بس مش الضرب الـ القوي اللي يوجعه، اللي هو يوجعه، انا مش قصدي اوجعه، انا قصدي اعرفه ان ده غلط، ما يعرف ان اللي هو الضربه الخفيفه زي الطفل بالظبط. بلس ان لو عمل حاجه صح ببدا اديله تريتس، ياكلها حاجه بيحبها، انزل يتمشى شويه، اجيب له اكل بيحبه. بالظبط، لان هو اساس التربيه الثواب والعقاب. نرجع بقى عشان نختم بقصه العنايه الشخصيه، عشان احنا وقتنا تقريبا قرب يخلص الفقره. بصي، رقم واحد اولا نظفت الليتر بوكس اللي هو قاعد فيه، اللي بيعمل فيه تويلت، لازم انظفه كل يوم بصفه دوريه وبغير الرمل، الكلام ده كله. رقم اتنين، حاجه كتير يعني محدش يعرفها، ان انا لازم انظف الاسنان، لازم فرشه اسنان ومعجون اسنان طبعا خاص بيهم، مش معجون اسنان بتاعنا، عشان حاجات فلورايد وحاجات كتير. أيوة بتبقى مشكله توكسيك. فانا بحس ان هو لو بلعه ما فيش مشكله، فانا لازم طبعا الاسنان. حاجه كمان الشعر، ان انا اعمل براشنج للشعر كله عشان خاطر ينفع انا مثلا اقعد ما اسرحش شعري كذا يوم، كتنشيط للدوره الدمويه تحت الجلد نفسه، وكمان الشعر لو ما تسرحش هيمسك في بعضه ويمكن يكون تحت فطريات. انا بغنى عن الكلام ده، ان انا لازم كل يوم براشنج ليه. حاجه كمان ان انا مثلا لو انا مش هعرف اديله شاور زي القطط، انا مثلا بنصح ان القطط ما تاخدش شاور في الشتاء خالص، اكيد مش هسيبها كده. دراي شامبو،
كليل دراي شامبو فعلا. اه في بدائل يعني، هو في بدائل يا جماعه، مش لازم اغرقه ميه و يعني طبعا احافظ على درجه حراره الميه كمان اللي انا بستعملها له عشان ولو كلب خلاص ان انا هياخد الشاور لازم ما اسيبش فيه ولا نقطه ميه. في بقى حاجات اكسترا شويه زي البرفيوم بتاعهم، السكراتينج بوست اللي انا عشان العمود الخدش عشان ما يبوظليش. اه ناس كتير جدا بتسال عن الموضوع ده بالظبط عشان خاطر الفرش يا جماعه بالظبط بيبقى حرام يعني. وفكره ان انا لو شفت اي حاجه غير الطبيعي بتاعه ابدا ابلغ الدكتور رقم واحد، ما اديش اي دواء من عندي لان في ادويه كتير جدا ممكن انا استخدمها واستخدمها لاطفالي كمان وتبقى امنه جدا عندهم، بتبقى مش فكره مميته قد ما فكره ان هي الجرعه انا مش هعرف اظبطها، الوحيد اللي هيعرف يظبطها الدكتور. الدكتور بالظبط كده. حضرتك نورتينا النهارده، ربنا يخليك، وبنشكرك على المعلومات المفيده دكتوره ضحى، ودايما تنورينا ان شاء الله في صباح بلد. ميرسي جدا، ميرسي. خلصت فقرتنا دلوقتي، والمفروض يا جماعه اللي عنده اي روح في البيت سواء كان والله بقى يعني بقى حيوان انسان، ده له طريقه تعامل خاصه. لازم نكون احنا مؤمنين جدا جدا ان عندنا اي حيوان اليف في البيت لازم نعامله معامله خاصه جدا، ولازم نعامله كانه بني آدم معنا في البيت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. طبعا ده أكبر تعليم لينا من الرسول عليه الصلاة والسلام، إن من كان عنده حيوان في بيته يكرمه ويخليه زيه زي أي حد أو أي فرد في البيت. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل بقية فقراتنا في صباح بلدي. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا وفقراتنا، وفقرتنا دلوقتي الخمسايه. الخمسايه النهارده هنتكلم فيها عن الاسعافات الاوليه لنزيف الانف. نزيف الانف كتير مننا بيخاف من نزيف الانف بشكل مرعب جدا، وبيعتبر ان هو ممكن يكون نزيف داخلي او جاي عن طريق المخ من جوه. طبعا بيسبب رعب شديد جدا جدا جدا، خصوصا انه بيحصل مبدئيا ما بين سن الاطفال اللي بتتراوح اعمارهم ما بين سن ال 8 سنين وال 14 سنه. طبعا النزيف بتاع الانف ده يا كريم، انت حصل لك الموضوع ده قبل كده او حصل لك الموضوع ده قبل كده؟ ما حصلليش، بس دايما فعلا زي ما انت لسه قايله انه بيواجه ناس كتير قوي، بيواجه اعمار كتير قوي والناس بتتخض منه، فاحنا عايزين نوضح لهم بس فكره انه النزيف بتاع الانف ده ايه الطريقه اللي تتعامل منه، ومبدئيا كده ما تتخضش منه ان هي حاجه بتحصل من عوامل حوالينا طبيعيه. حصلت ازاي؟ مبدئيا نزيف الانف لما بيجي يحصل بيحصل عن طريق ان الشعيرات الدمويه اللي موجوده في الانف فرقعت ببساطه يعني، وطبعا ده ممكن يكون منقسم لقسمين. ساعات بيكون النزيف ده بيكون نزيف امامي من الانف من قدام، وساعات بيكون نزيف من الانف من ورا، يعني بيبقى طبعا ملوش علاقه بالمخ ولا حاجه، بس النزيف الامامي ده بيبقى عباره عن ان الشعيرات الدمويه دي بيحصل لها نوع من انواع الجفاف، الغشاء المبطن يا كريم، بتبقى حساسه، بتبقى الشعيرات دي حساس شويه، فبيبتدي يحصل نوع من انواع الجفاف، فتبتدي الشعيره الدمويه دي بتبقى رفيعه جدا فبتبتدي تفرقع، فبيحصل منها النزيف ده. حتى بنلاقي دايما ان الدم بيبقى لونه احمر جدا لان هو فعلا من منطقه اماميه. وطبعا في كمان نزيف بيحصل من يا كريم من المنطقه الخلفيه من الانف، وده طبعا ممكن يحصل عادة اكتر في كبار السن اللي ممكن ان هم يبقى عندهم ضغط دم عالي او امراض تانية كبيرة مصاحبة مزمنة للموضوع ده، وطبعا ده بيبقى علاجه بيبقى شوية صعب شوية لان بيستلزم مستشفى يا كريم. بالظبط، خلينا برضو نوضح للناس اكتر لو انت في حالة الاسباب اللي ممكن تؤدي الى النزيف ده غير ان هو ممكن يبقى حاجة طبيعية، ممكن الجو، البرد، التكييف، استخدام المناديل الخاطئ. يعني احنا دايما بنستخدم فكره المناديل الخاطئ ان لما بلاقي نزيف بتخض وابتدي استخدم المناديل، ده غلط. انا لازم اتعامل مع الحاجه دي ان دي منطقه من المناطق ان هي الحساسه، المنطقه الحساسه دي يعني ان انا اقدر استخدم فيها واتعامل فيها على حسب الجو. لو التكييف او الجو الساقع بيأثر عليا احاول اتجنب ده، احاول ان انا ابعد عن فكره ده، خصوصا ان بيحصل ده يا كريم في الفتره بتاعه الشتاء الجامد قوي، بنبص فعلا نلاقي في اطفال او خصوصا اطفال المدارس بعد ما لعب شويه ولا حاجه في الجو البرد تلاقي مناخيره نزفت وابتدى ان هو حتى يتخض ويبتدوا اصحابه يجروا بيه على العياده الطبيه اللي موجوده في المدرسه ويقولوا له طب يعني في حاجه بتخض جامد يعني، فده بيبقى حاصل فعلا نتيجه ان البرد ونتيجه ضعف في الشعيرات الدمويه. طبعا من ضمن الحاجات برده اللي بتحصل يا كريم الحساسيه المفرطه للانف. الحساسيه المفرطه دي بقى اللي هي بتبقى مع الناس اللي في
الجو التراب والعفر والحاجات دي بتأثر بالزبط. فيهم اكتر. تمام. ممكن يكون بقى ده عندهم هم حساسيه، بتبقى في عطس بزياده، بيبقى في كحه بزياده، بنبتدي نشوف ان الشعيرات الدمويه دي برده من كتر الضغط بتاع العطس والكحه ان هو بتفرقع، وبتبتدي برده تعمل لهم نزيف في الانف. تمام كده. فاحنا يعني الفكره انه برده لازم تاخد بالك من عوامل الجو اللي موجوده بره، اللي موجوده حواليك وانت نازل وانت خارج. لو الجو ده هيأثر عليك او كده، لا بتضطر ان انت تأجل الخروج او تشوف ايه العوامل، تتابع مع الدكتور حتى لو الموضوع بسيط وما بيبقاش فيه تبعيات كتير، بس تابع مع الدكتور انه يقدر يقول لك ويوصف لك ايه الادويه اللي تتعامل بيها، لان في ادويه كمان احنا بنتعامل بيها بطريقه غلط. يعني في بنتعامل مع الادويه دي وبتسبب ان النزيف يزيد، زي مضادات الهستامين وزي مزيلات الاحتقان. الدوايين دول برده من ان هم من احد الاسباب القويه اللي ممكن تسبب نزيف في الانف. فطبعا الفرط الاستخدام في مضادات الهستامين او مضادات الاحتقان بتخليك تبقى الغشاء المبطن للانف ده جاف، فعرضه اكتر للنزيف. ده مظبوط. فاحنا لازم نتعامل على اساس طبي، نروح للدكتور نساله ايه الاسباب او ايه الحاجات اللي بتؤدي الى ده، واعرف السبب اللي بيخلي النزيف ده يحصل، وابتدي اتعامل على اساسه. ابتدي اتعامل على اساس النزيف ده، لو بتعامل مثلا عندي حساسيه من المناديل، في ناس بيبقى عندها حساسيه من المناديل، ابتدي اتجنب المناديل او اتعامل بمناديل بطريقه معينه. احنا حتى لو بنيجي نتعامل مع المناديل اللي بنستخدمها ممكن تبقى مناديل ملوثه بصراحه او فيها روائح كمان بتبقى يعني قويه بتهيج الغشاء المخاطي للانف، فبالتالي بتخليه يتسبب ان هو في حساسيه ليه زياده او ان هو يعطس بصوره زياده. طبعا من ضمن الامراض اللي ممكن تكون مسببه للنزيف الانفي، طبعا الامراض اللي بتيجي في كبار السن، ضغط الدم والسكر. ضغط الدم العالي بيسبب نوع من انواع النزيف الانفي لو طبعا زاد عن حده، وده طبعا بيستلزم ليه انك انت تروح للمستشفى فورا علشان تكنترول او تحاول انك انت تلم السبب اللي حصل للمسبب ده اللي هو طبعا ضغط الدم او سواء السكر. ده مظبوط. واحنا بكده نكون قدرنا نوصل لفكرة انه لازم تستعين بالطبيب في النزيف، حتى لو النزيف زي ما ايمان لسه قايله انه ما فيهوش فيه مشكله او ما بيبقاش ناتج عن اسباب معينه او اسباب بتضر في حاجه، بس نرجع للطبيب ونتابع معاه الحاله عشان حتى نتجنب ان النزيف ده يرجع تاني ويبقى بيزيد وتقدر تتعامل فيه وما ياثرش عليك مع تقدم السن، لان انت كده بتبقى بتاذي الشعيرات الدمويه بتاعه المناخير ذات نفسها. فانت لازم تتابع مع الدكتور وتتعامل على اساس الدكتور بيقوله لك، من سواء من ظروف مناخية حواليك او ايا كان الدنيا اللي حواليك اللي بتأدي لأذيتك، تتجنب ده. ومش منك لنفسك اللي تقرر ده، ترجع للدكتور لان الدكتور هو اللي هيبقى عنده الخلفية الاكبر. طيب. نعمل ايه بقى يا كريم لو حصل بالفعل نزيف بالانف وخلاص اتكرر الموضوع قدامي، وعندي مثلا ابني او بنتي هو اللي المفروض خلاص حصل قدامي وعنده نزيف. الفكرة كلها في ان انا دلوقتي نزيف الانف ده المفروض ان انا اتعامل معاه بطريقة لطيفة جدا، ان اول حاجة ان انا اهدي الطفل او الشخص اللي قدامي اللي حصل ليه نزيف الانف. ببتدي اهديه، ببتدي اخد ايديا واروح جاية ضغطة بالسبابة والابهام على منطقة عظمة الانف من قدام، وطبعا اضغط شوية وارجع راس الطفل شوية لقدام على عكس ما هو متعارف عليه ان هو ممكن ان احنا نرجع مثلا راس الطفل للوراء قوي، ده طبعا ممكن يكون مفهوم خاطئ شوية. ببتدي اضغط عليه لمدة 10 دقائق، بعد منها النزيف بيبتدي في التوقف. ايه تاني كمان ان انا ممكن نقدر ان انا اتعامل مع الطفل ده او مع شخص المصاب بنزيف الانف لو الدنيا ما وقفتش او لو النزيف ده ما وقفش؟ في بعض الامبولات بتتباع في الصيدليه بتبقى المحتوى بتاعها عباره عن فيتامين كي، ده الامبولات دي بتتكسر يا كريم كده كسر عادي جدا، وبنبتدي ان احنا ننقط بيها على الانف في مجرى التنفسي للطفل اللي موجود او الطفل المصاب. بعد منها بشويه بتبص تلاقي ان الطفل ده خلاص ابتدى الدم يتجلط وابتدى خلاص النزيف ان هو يتوقف. طب الافضل ان انا لما يحصل حاجه زي دي ارجع للصيدليه ولا اروح مستشفى الطوارئ؟ هم ممكن يبقى الموضوع في حاجه اكبر من كده. هو على حسب يا كريم، المفروض ان هو تقريبا لو الموضوع متكرر عندي وانا خلاص واعيه للموضوع او عندي الارشادات والاسعافات الاوليه زي ما اتكلمنا عنها ان انا بعرف اتعامل معاه، الموضوع سهل وبسيط جدا، ممكن تقدر تسيطر عليه في البيت. طبعا الصيدلي لو فاهم او اللي عنده المعلومه او انا خلاص انا واثقه في الصيدلي اللي موجود برده كمان بيقدر ان هو يتصرف. طبعا زي الحالات اللي انت قلت عليها اللي هي لازم تروح مستشفى اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، في حالات ارتفاع ضغط الدم. وارتفاع طبعا مرض السكر، في الحاله دي لازم اروح المستشفى علشان اعرف السبب الموجود وابتدي ان انا اتعامل معاه.
واحنا كده نبقى قدرنا نوضح لحضراتكم فكره الاسعافات الاوليه مع النزيف. ما تتخضوش منه، هو بحاجه بتحصل بتغيرات في الجو، ملوش علاقه بحاجه ثابته قوي. مع كبار السن كده كده بيبقى بيتابع مع دكتور في حالته، فلازم نبقى عارفين ان الموضوع مش كبير وما بيخوفش، بس نتابع مع الدكتور ونبتدي نتعامل معاه انه موضوع بسيط ومفيش فيه قلق، وما نقلقش ولا نتخض، لان احنا لما بنتخض وبنقلق الموضوع ممكن خصوصاً بيزيد، خصوصا مع الاطفال الكريم مع الأطفال. يعني بالظبط، بتلاقي الطفل من دول اول ما بيحصل اول نقطه دم بيجري على مامته او بيجري على حد موجود في البيت، مخضوض جدا، ويبتدي ان هو يمسك انا في نزيف انا في كذا، فالام نفسها كمان بالتبعيه ممكن يعني في بعض الاحيان هي كمان بيغمى عليها، ممكن احيانا يعني. فطبعا زي ما انت قلت فعلا لازم نبقى مش مخضوضين ونطمن الطفل اللي قدامنا. ده حقيقي لازم نطمنهم، وبكده نكون قدرنا نوضح لحضراتكم فكره التعامل مع النزيف، وبكده تكون خلصت فقرتنا دلوقتي. فاصل وراجعين لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم مره ثانيه ونكمل فقرات برنامجنا صباح بلدي، ومعانا فقره السينما. هنتكلم في فقره السينما النهارده عن فنان شامل من كل النواحي، عيله فنيه من اصغر حد فيها لاكبر حد فيها. هنتكلم النهارده عن الفنان زكي فطين عبد الوهاب. زكي فطين عبد الوهاب تبقى والدته الفنانه ليلى مراد، والده المخرج العالمي فطين عبد الوهاب. طبعا الفنان زكي فطين عبد الوهاب كان من اعمامه الفنان طبعا المشهور سراج منير، والمخرج حسن عبد الوهاب، وخاله الفنان منير مراد. طبعا الفنان زكي فطين عبد الوهاب اتولد في 18 فبراير سنه 61. طبعا والدته الفنانه ليلى مراد كانت معارضه تماما ان هو يدخل الفن، وكانت معارضة للقصة دي تماما، لدرجة ان هو دخل في البداية كلية الزراعة، بس من حبه في الفن فضل مصر وفضل مقتنع لحد ما ابتدى يخش معهد السينما ودرس معهد السينما فكرة الاخراج، درس اخراج وهو في سنة تانية من معهد السينما. عشان برضو نكمل شوية معلومات عن زكي فطين، انه فكرة وهو في تانية في سنة تانية كان فيه بيصوروا فيلم لسعاد حسني، فيلم اهل القمة، أهل القمة لسعاد حسني والمخرج علي بدرخان. وفي ظل تصوير الفيلم دي كانت اول مرة يشوف زكي الفنانة الفنانة سعاد حسني، وكان وقتها كريم كانت الفنانة سعاد حسني للأسف كانت منفصلة عن المخرج علي بدرخان. وطبعا الفنانة سعاد حسني كانت حلم كل شاب وقتها، فارتبط بيها الفنان زكي فطين واتجوزوا لفترة قصيرة، بس للأسف انفصلوا بعد فترة قصيرة جدا لأن هو اكتشف أنها لسه بتحب المخرج علي بدرخان. وفي ظل الانفصال أو الارتباط ده كانت الفنانة ليلى مراد معترضة جدا بفرق السن، لأنه كان ب 20 سنة فرق السن ما بينهم هما الاثنين، فكانت رافضة تماما فكرة الجواز ده، بس من حبها في ابنها وفي سعاد حسني ما رضيتش تتدخل في أي حاجة، وخلت الموضوع يعني عرفت أن الموضوع ما كانش هيكمل، سابت الموضوع لحد الآخر وما رضيتش تقف قدامه في أي حاجة. وصرح برضو الفنان زكي فطين انه في الفترة الاخيرة من عمر والدته الفنانة ليلى مراد كانت تعرضت لانتقادات كتير جدا جدا من الصحافة، وبرضه بسبب بابا المخرج فطين عبد الوهاب انه انفصل عنها، وده ادى معاها لحالة نفسية. هي ما بينتش ده وقالت زي ده، بس هو بيلوم كل اللوم على والده لانه ساب والدته في الوقت ده وهي كانت في اكتر احتياج ليه، حتى لو هي ما بينتش ده ليه كان بيلوم على والده، بيقول له انت السبب في الحاجات اللي حصلت لها في ظل تعبها النفسي ده، لانه هو ما فضلش موجود معاهم حتى في الفترة دي. طبعا اللي اثقل الموهبه الفنيه للفنان زكي فطين عبد الوهاب دراسته او شغله مع الفنان يوسف شاهين او المخرج العالمي يوسف شاهين. يوسف شاهين في البدايه خلاه يقف كدور اول في فيلم اليوم السادس اللي خاض من خلاله تجربه التمثيل في نفس الفيلم مع داليدا ومحسن محي الدين وشويكار سنه 86. طبعا زكي فطين عبد الوهاب كمان قام بادوار كتيره جدا في افلام تانية، من ضمنها فيلم سرقات صيفيه من اخراج يسري يا نصر الله، فيلم اسكندريه كمان وكمان اخراج يوسف شاهين، فيلم مرسيدس برضو كمان يوسف شاهين مره تانية. طبعا تجاربه الاخراجيه كانت في فيلم رومانتيكا، ده كان اول فيلم او تجربه اخراجيه قام بيها الفنان زكي فطين عبد الوهاب. صح مظبوط. وفكره الاخراج ذات نفسها ان هو اشتغل مع كيان زي يوسف شاهين مخرج العالمي اللي العالم كله فعلا ما حدش يقدر يقول كلمه على
فنان زي يوسف شاهين، ده زاد من خبرته كتير جدا، بس هو ما لقاش نفسه ناجح في مجال الاخراج، فادى الى انه يروح لمجال التمثيل وعمل مسلسلات وعمل افلام كتير. وفي ظل المسلسلات والافلام اللي قدر يقدمها دي ابتدى يروح لفكره انه يبقى ليه ادوار معينه. يعني دايما نحس ان زكي فطين عبد الوهاب ليه ادوار لايقه عليه، في حاجه كده معينه يعني اول ما بتشوفه بتعرف ان الدور اللي هو طالع فيه دور معين او الدور بتاعه. دي حقيقة. بالنسبه برضو كمان لقصه الفشل، مش هنقول الفشل، ان هو ما لقاش نفسه في الموهبه الاخراجيه، ابتدى يتجه في النص ان هو يبقى عنده مطعم سياحي. والمطعم السياحي ده بعد ما ابتدى ينشئه برضو اكتشف ان هو مش قادر ان هو يتماشى معاه او يتماشى مع ويله الفنيه، فقفله ورجع مره تانية للتمثيل مره تانية. وبتهيالي رجع للتمثيل بمسلسل اهل كايرو، كان بعد فتره طويله من الغياب. مين اللي قتل صافي سليم؟ ايوه، ورجع بعد فتره طويله من الغياب بمسلسل اهل كايرو، ولسه في اعمال كتير. اللي برضو عايزين نقول للناس اللي ما تعرفوش ان هو هيشارك في فيلم جديد مع الفنان احمد السقا، فيلم العنكبوت، ودي هتبقى بدايات رجوع تاني الفنان زكي فطين عبد الوهاب. وعايزين نقول حاجه بسيطه كده برضو، ان هو الفنان زكي فطين عبد الوهاب صرح من فتره انه اصابته بمرض السرطان. ألف سلامة على الفنان الجميل زكي فطين عبد الوهاب، وبنتمنى له طبعا كل الشفاء العاجل. وعايزين برضو كمان نستعرض كمان يا كريم بعض الأعمال اللي كان بيقوم بيها. كان من ضمن الأفلام سنة 2001 فيلم سكوت هنصور، ده كان طبعا مع روبي وماجدة الخطيب، وكان من إخراج المبدع يوسف شاهين. كمان كان في فيلم اسمه العنف والسخرية، ومن إخراج أسماء البكري سنة 2004. عندنا كمان سنة 2010 شارك طبعا زي ما انت ما قلت يا كريم في مسلسل أهل كايرو، ومن كمان من المسلسلات اللي كان بيقوم بالاشتراك في البطولة فيها 2011 كان المواطن إكس وفيلم الفجومي. كمان فيلم واحد صحيح كان من ضمن الأدوار اللي كانت مهمة فيه، كمان كان قايم بدور جميل جدا في فيلم واحد صحيح، مسلسل دوران شبرا، ومسلسل سمارة سنة 2012، وكمان شارك في مسلسل كف عفريت ومسلسل طرف ثالث. ده كل الحاجات اللي شارك فيها الفنان زكي فطين عبد الوهاب. واللي كمان الناس ما تعرفوش ان هو اتجوز من اجنبيه، وكان الجواز ده ما كملش، بس كان فيه حمل، بس هو ما كانش يعرف اصلا. هو صرح وقال ان هو لحد دلوقتي ما يعرفش ابنه او بنته، او ان الحمل ده كان موجود غير بعد فتره، وده برده خلى ادى ان هو مش حابب يخوض فكره تجارب تانية خالص في ظل فشل علاقتين او فشل التجارب معاه. وزي ما انا لسه قايل من شويه انه ابتدى يرجع تاني للسينما ببدايه فيلمه الجديد العنكبوت مع احمد السقا. يمكن ذكرك للمدام بتاعته او لزوجته اللي اتجوزها، اللي هي كانت جنسيتها امريكيه، هي تقريبا سابته وسافرت تاني بلدها تاني، وبيقال ان هي لما خلفت هو لغايه دلوقتي ما يعرفش فعلا اذا كان اللي خلفه ده اذا كان ولد او بنت. مظبوط، صح، تمام. طيب، ان كان زكي كان خلال استضافته ببرنامج ان هو كان بيتاسف طبعا زي ما انت ما قلت لوالدته الفنانه ليلى مراد، لانها كانت مكتئبه جدا في اواخر ايامها. طبعا مرض الفنانه ليلى مراد اللي كان مزعج جدا 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 بالنسبه لها، هو ابتدى يحس ان هو كان مقصر فعلا في حقها، وابتدى بيلقي باللوم على الاب. مظبوط، الاب فاطيم زكي عبد الوهاب، الاب فاطيم عبد الوهاب، وقال ان هو السبب في ده لان هو سابها في اكتر وقت كانت هي محتاجه له فيه، حتى لو ده ما بانش، بس كان المفروض ان هو يشاركنا، وشايف ان هو سبب كبير قوي في المرض بتاعها هو عدم وجود الاب في البيت. الفنانة الجميلة ليلى مراد والدة الفنان زكي فطين عبد الوهاب، يمكن عايزين نقول عنها معلومة صغيرة بما أننا الشيء بالشيء يذكر. الفنانة ليلى مراد كانت من أصول يهودية، وكانت هي كمان بالفعل يهودية، بس كانت محبة جدا لسماع القرآن الكريم. كانت طبعا في وقت زواجها من الفنان أنور وجدي كانت بتسمع التواشيح بتاعة الفجر، وكانت بتسمع القرآن الكريم من المسجد اللي كان قريب من البيت، وده اللي كان سبب قوي جدا في اعتناقها للإسلام فترة بعد، يعني بعد يمكن في أول أو في أثناء زواجها من الفنان أنور وجدي. وهي فضلت بتصرح وبتقول فعلا انه اللي كانت بتحب تسمع القران وبتحب تسمع الادعيه والاذان في الاوقات بتاعتها، حتى في اوقات البريك كانت بتحب دايما تسمعها. وده اللي احنا نقدر نقوله على فكره انه الفنانه ليلى مراد، الفنان فطيم زكي فطيم عبد الوهاب،
من أسرة فنية، نتمنى شفائه على خير ونتمنى رجوعه تاني لشاشات العرض زي ما كان معودنا، حتى لو بالأدوار الشر أو الأدوار الخير إحنا بنقول له إن هو وحشنا ونتمنى نشوفه تاني على الشاشات سواء تلفزيون أو سينما. طبعا بنتمنى الشفاء العاجل لفنان المحبوب زكي فطين عبد الوهاب، ويا رب يا رب يعني يكون ان شاء الله باذن الله يعني مرضه ده ينتهي على خير، وان شاء الله يكون يخرج منه بسلام. بكده بتكون انتهت فقراتنا النهارده من صباح بلدي، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده وفقرات جديده من صباح بلدي. سلام عليكم.